ايه البرود اللي انت فيه ده؟ طبعا ولا همك، نبهتك قبل سابق عشان خاطري انا عايزه اشوف بنتي قدام عيني عشان اطمن. استهدي بالله يا كريمه، وبعدين انت خايفه من ايه؟ خايفه من ايه؟ خايفه من جبريه اللي تعمل في البنت حاجه. هو يعني بنتك ريتال اللي سهله؟ قلتيلي من عينك يا فوزيه تشوفينا كلنا والعين بجاز زي اللي انت ولعتي بروحك بالظبط، وتشوف النار ايضا فينا كلنا، مش كده؟ وانا هستفيد ايه؟ انت وجبريه اللي عمالين تاكلوا في بعض، كل واحده منكم عماله تاكل في روحها وتخبط دماغها في الحيط، كل واحده نفسها تشوف التانيه في مصيبه ولا تشوفها واجعه من طولها. لحد العمر ما فات والدنيا خدتكم، وبدل ما تقعدوا مع اولادكم وبناتكم وتفرحوا بعيالهم، لا، ضيعت عمركم في كلام فارغ ونكد وهم ونجار وكلام ملوش عازة. ما تجيبي من الآخر كده، بدل ما انت عمالة تلف وتدوري، قولي انت عايزة تقولي ايه؟ أنا لا بلف ولا بدور ولا في حاجة في دماغي من أساسه. هو أنا مش عارفاك يا فوز، ما ترمي يا حبيبتي اللي في قلبك كده هو، خلينا أشوفه في ايه وعايز ايه. لو كانت جبرية وعداكي بحاجة ايدك منها والقبر، خليكي معايا يا فوز تكسبي. بقول لك ايه يا كريمه، انا اللي هقفلك انت وجبريه. ايوه، امال ايه؟ انا مش هشوف عيالي وبنات خواتي الاثنين بيضيعوا مني واقف اتفرج عليكم. طب ورحمه عبد الله اخوكي، لا تهز طولك الحلو الفرح ده وتروحي تطمني على ريتال، لاحسن انا لو رحت الجبريه هجيب زمره رقبتها في ايدي، ايه رايك؟ احسن، وهو نخلص منك انتوا الاثنين. طب روحي بقى. خير خير يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. المبلغ اللي تطلبه ورجاله كلها تحت امرك، من النهارده البلد كلها في يدك، تعمل اللي انت عايزه بس توقف جاري وتسند ظهري. افهم من كده انك خلاص سيطرت على الوضع يا مروان؟ تعال شوف البلد بنفسك واسأل على محرم. محرم خلاص ما عدلوش عازة، كل اللي يقدر يعمله دلوق يشرب شاي مع الغفر أو ياكل ذرة ويرمي الجوالح في الترعة. حلو حلو الكلام كده، يبقى العملية الجديدة أنت ليك فيها نصيب كبير قوي. حلو الكلام. المهمة التانية عمر، كفاية جديه العمودية على محرم، صدقني ملوش فيها. ما انت لسه قايل خلاص محرم ملوش عازة. عارف لو اي حد تاني مش فارق معايا، لكن محرم لا. انت بتعملي ايه؟ شش، وطي صوتك، عايزه ادخل اخنقه اخد روحه. انت عايزه تودينا في داهيه ولا ايه؟ نار جوايا ما طايقاش نفسي. انت كده هتهدي كل اللي بتعمليه وهترجعي 100 خطوه لورا، وهتخسري زي ما خسرتي قبل كده يا نادية. فكري كويس قوي قبل ما تعملي اي حاجه. عايزه نصيحتي؟ انا لو منك عايش. ايوه عايش، مادي ملياردير يعني طاقه القدر واتفتحت لك. اللي يخليني افكر في ناس بعوني وتخلوا عني؟ عيش يا نادية، فكري في نفسك، يا ريتني كنت مكانك. نورت يا مروان بيه. ربنا يعزمك دارك. ألاقيكي هنا؟ وأنت مالك؟ أنا ضيفة مهدي باشا. إيه؟ مروان! يا رايق، بتقول لك ضيفة مهدي باشا؟ أنا عايزك تهدى، لأن عصبيتك دي هتخليك تخسر الدنيا وما فيها. مفهوم؟ ما تخلينيش أقلق منك. ماشي يا بيه. نورتني. بالإذن. مالك؟ لا مفيش. مفيش ازاي؟ وشك متغير زي ما تكوني شفتي حاجة زعلتك أو غيرت مزاجك. كنتش عارف إني هشوفه هنا. بس؟
العيون بتفضح. تقصد ايه؟ اقصد ان انا مش حابب اللي انا شايفه في عينيكي ده خالص. مش حلو. انا مش فاهماك يا مهدي. نادية، انت متضايقه انك شفتي مروان وفكرك باللي حصل، ولا متضايقه عشان حاجه تانية؟ انا بكره مروان. انا مش بس بكرهه، انا نفسي اشوفه بيتقطع قدامي ويطلب مني الرحمه وانا اقول له لا. ساعتها بس احس اني خدت حقي وحق ابوي. انا اللي عاوزه اسالك سؤال، بس تجاوبني بصراحه. سالي، هو انت بتغير علي؟ تخيلي واتضايقت كمان. حب؟ لا 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 خالص، انا مش مقتنع بحكايه الحب دي ابدا، بس يمكن اكون اتضايقت عشان حاسس انك بتاعتي، ملكي انا، ما احبش ابدا انك تكوني ملكه حد تاني خالص غيري. وانا اللي كنت فاكره انك وجعت فيا من اول نظره. انت صعبتي عليا، صعبتي عليا من اول ما سمعت حكايتك وشفتك. انت صعبانه عليا، وحاسس بالمسؤوليه تجاهك. ده احساس قليل قوي ان انا احسه. بلاش الكلام ده يا سينا عشان ما ازعلش منك. قلت لك عايزه فلوس. ما انا كمان عايز فلوس، بس انا بقى عايزه الفلوس اللي بتصفها مني كل شهر. يا حبيبتي بشيلها لك. تشيلها لي؟ طب ايه قولك بقى ان انا عايزه اشتري حاجه؟ ما ينفعش. عارفه ليه؟ ليه؟ علشان الفلوس دي انا شايلها علشان نأمن بيها مستقبلنا، مش هنقعد بقى نبعزها يمين وشمال ونيجي نعيط في الاخر. لا يا شيخ، هو انت فاكر كم مليم اللي انت بتاخدهم مني دول هم اللي هيأمنوا مستقبلنا ولا ايه؟ لا طبعا، بس نوايا تسند الزير. وبعدين انت مش عارفه تقري الدور. غني يا اخويا غني. عارفه البت ريم ولبنى؟ ايوه. ماله؟ اغنياء موت وعندهم ذهب كتير ياما يسد عين الشمس. فاحنا بقى لو عرفنا نسلت منهم كل يوم حته صغيره قوي، مش هياخدوا بالهم واحنا هنتنغنغ. حار اسود ومنيجر. انت انجننت؟ هو انت عايز نسرق ولا ايه؟ لا تسرقي ايه، حاشا لله، حد جاب سيرتش السرقه خالص، مفيش سرقه. انا هفهمك، لبنى وريم دول من الناس الاغنياء قوي اللي ما بيطلعوش لله ويسدوا عين الغلابه، فربنا ما بيبارك لهمش. احنا بقى هنعمل ايه؟ ايه؟ هناخد منهم حتة الذهب الصغننة نبيعها نديها للغلابة، ولو اتبقى حاجة نحطها في جيوبنا. يا سلام، هو انا بقى اتقفش واتحط في الحجز وانت ولا هتسأل عليا وانا بقى اطلع عبيطة؟ يا بت انت كل ده وما تعرفيش صوفة؟ صوفة لا يمكن يبيع ابدا. بقول لك ايه يا صوفة؟ حل عن نفوخي وابعد بكلامك الهافش ده. اقسم بالله العظيم يا سينا لو ما سمعت الكلام لاكون هفك قلم. خلاص اسكت، هتفضحنا. اسكت، ما تجيش كده بالعين الحمراء. مروان مش هيجيبها لبر. عايزك تتنازل عن العموديه. ده بعيد عن شنبه. لما قعدت معاه اكد لي اكتر من مره ان هو برضه مش هيتنازل عن العموديه، حتى لو طال ان هو يطردنا من البلد هيعمل كده. على فكره محرم بيه، في واحد بره اسمه صبحي عاوز يقابل سعد. خليه يدخل. ايه اللي جابه ده؟ انا اللي كلمته. ايوه، عاوز منه ايه؟ هتعرف دلوقتي. حبيبي ده كلب مهدي، مش هيعمل لك اي حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا صبحي، اقعد. يعني محدش بيشوف وشك خالص. والله يا هاني، مش شغل مع مهدي باشا ما بيخليش الواحد لا يبص قدامه ولا وراه. عندك حق، انا عارفه ان الشغل معاه صعب قوي. قول لي يا صبحي. استنى، مين كبير جبل؟ مش واخد بالي حضرتك، مش فاهم. لا انت عارف كويس قوي انا بتكلم عن ايه. والله يا هانم انا مش فاهم حاجه، بس حضرتك ممكن تلمحلي انا هفهم على طول. صبحي، مش عايز لف ودوران، انت عايز تفهمني انك انت ومهدي مش عارفين ايه اللي بيحصل في قلب البلد؟ لا عارفين طبعا، بس دي يا باشا شؤون داخليه. حضرتك العمده وهو كبير البلد، ايه داخلين احنا في الحكايه؟
وبعدين اهانم مهدي باشا عشان يساعد بس، بدليل انك حضرتك لما طلبت منه ان الباشا يبقى العمده تاني يوم نفذ على طول. في دي عندك حق، بس انا عايز اسالك سؤال. انت ايده اليمين صح وحافظ اسراره، كل اللي انا عاوزاه حاجه صغيره قوي، اعرف رجاله الجبل مين اللي مسؤول عنهم وانا هتصرف. انا مش عايزه منك اي حاجه، اعرف بس عاوز كام فلوس. لا يا هانم، انا مش ممكن افكر بالطريقه دي. هتدفع كام يا باشا؟ هديك اللي انت عايزه، بس على شرط الرجاله دي كلها تبقى تحت امري، اوعى تنسى يا صبحي انا برضو العمده. اللي انت عايزه انا اديهولك. امال ايه؟ لا تكون فاكر يعني ان انا ما معيش، لا ده انا عندي كات كده الحمد لله. اصبر انت عليا، ان ما خليتك ملك على البلد دي باللي فيها ما بقاش انا. مالنا اللي انتوا؟ هناخده، مال هنهمله يعني. بس عشان تعرف اني ما ظلمتوش لما قلت انه مات وخدت عزاه، وان اي حاجه بعملها ليا حق فيها، واي حد يقول كلمه على امك كبيره ولا صغيره يبقى هو اللي كذاب ومفتري كمان. كان عندك حق في كل كلمه وكل حاجه عملتيها، وانا من يدك دي ليدك دي يما. طلق بنت كريمه وارميها بره، ملهاش حاجه عندك، حتى ولدها تشوفه لما انت تقول. البت دي هتفضل طول عمرها بنت امها، بنت كريمه، عدوتي انا وانت. طب ما هي تحت يدنا، ورقه نلعبوا بيها وقت ما احنا عايزين. صح يا حبيبي، صح اللي انت بتقوله، لكن طول ما هي قاعده مربعه ولدها في حجرها ولا هيفرق معاها حاجه. وكمان هي فاكره ان هي ماسكاك بالواد اللي جابته. اقعد. ايه يا حسن؟ مش كله عن حامد ديه؟ بالراحه بالهداوه. مين؟ دي لبنى. اسم الله اسم الله ما شاء الله، قمر البت دي قمر، طول بعرض سرحه كده حلوه. هي دي الجوازة اللي تشرح القلب صح. جوازة دي بس ياما، الكلام اللي بتقوليه ده؟ البنت بتحبك. اه والله اللي في قلبها باين في عينيها، ده انا شفته. انت ايه يا واد ما بتشوفش؟ صح ياما. صح يا قلب امك صح. يلا حبيبي يلا، قوم روح لها كده واقعد معاها واتغندر وانت وياها. ده انت حسن والد عبد الحكيم، فاهم؟ روح وسيب لنا الهم اللي هنا، انا حلمه وارميه بره. ربنا معاك يا ام. يا رب. سلام اخوي، سلام. اتغندر اتغندر. جيالك يا بنت الغاليه. تنام بس يا كريمة وهجيب الواد واكي. لا اقعد هنا، ده ايه؟ بقولك ايه، حسن اللي متغير خالص، لا خايف عليا ولا على الواد، وهي شكلها بتخطط لحاجة. ده لو قال لها تباح الواد تحت رجلك هتعمل كده. ماشي يا كريمة، خلاص بقى يلا. طيب سلام. تكلمي مين؟ ما بكلمش حد. كلم الهوى يعني. اوعي يا اختي يا اختي، سم الله سم الله، حبيب ستك اخوي. غيرتي له يا بت؟
اوعي. اه ماشي فها. ما انت حلوة. امال بيقولوا بنات كريمة خايبين ليه؟ عايزة ايه؟ مصلحتك يا خايبة. عايزة مصلحتي ولا مش عارفة تخلصي مني ازاي؟ مش ابنك مش هيتحاسب على افعاله؟ يوه انت بنت زعلانة مني. كنت واخدة على خاطري وقلت كلمتين وخلاص، ايه اللي جرى يعني؟ أنا لقيتك قاعدة كده، قلت يعني أجي أتفكي معاكي بكلمتين. إيه؟ فيش حاجة حصلت. شفتي يا أختي اللي عمله مروان؟ قال إيه؟ أبوه كتب له كل حاجة، بيع وشيرة، وطلعنا كلنا من المولد بلا حمص، حتى حسن الغلبان مش هيلاقي حاجة ياخدها. وانتي وانتي يا اختي اتجوزتي حسن وانتي فاكره ان تحت الجبه شيخ. اهو جه مروان خد الجبه بالشيخ وكلنا طلعنا من المولد بلا حمص. بالك؟ لا انا زعلانه، انا زعلانه منه قوي قوي، بس يعني اللي عمله ده لدد عليا وعجبني. اه والله راجل. يلا بختك. معلش. لا بس البت زينب اختك طلعت مره صح، هي اللي خدت الذكر باللي معاه باللي قدامه باللي وراه. يلا بختها عاد، لكن انت والغلبان ده هتشحتوا في الشوارع ما هتلاقوش تاكلوا. اه والله صعبانين عليا يا اختي. يلا معلش تبقوا تاكلوا اللي يتفضل من والد زينب، ادكوا كلكوا قرايب. آه أقول إيه، هل جات الحزينة تفرح ما لقيت لها شي مطرح؟ غلبانة يا أختي. هتفضل ساكت كده كتير؟ أنا تعبت، عايز أهج من الدنيا كلها. طب ما تهج، ليه ما تعملش كده؟ أسيب حقي؟ هو أنت علشان تهج لازم تمشي؟ لازم تبعد؟ غمض عينك، غمض عينك بس. هسألك سؤال وأنت تجاوب. وده إن شاء الله. يا سيدي أنت خسران حاجة، أعمل اللي بقولك عليه. على رأيك أخسر إيه؟ خليني غمضت. بتحب السفر؟ أكتر حاجة في الدنيا. بتحب البحر؟ أكتر ما بحب نفسي. نفسك تشوف مين دلوقتي؟ أبوي. لو كان عايش عمره كان هيسمح باللي حصل، كان هيوقف لمروان. تفكر في مين وانت قاعد لوحدك؟ سكت، مش عايز تجاوب، وفتحت عينك علشان ما تقولش الحقيقة. لما يمكن فتحت عيني عشان تشوف اللي فيهم وتعرف لحالك. قلبك ماله يا حسن؟ قلبي طول الوقت اللي فات كان فاضي. كنت فاكر ان انا معيش حياتي واعمل اللي انا عايزه من غير ما افكر في بكره. ابقى كده عايش مفيش حد زيي. كنت فاكر ان انا اقدر اخد كل اللي انا عايزه، محدش يقدر يقول لي لا. وقلبك هيفضل فاضي كده كتير. هو انا ممكن اسالك سؤال وتجاوبيني؟ لما اخلص اسئله الاول. بس أنا مش هجاوبك إلا لما تجاوبيني على سؤالي. هو أنت ممكن تحبيني؟ سكتت ليه؟ مقدرش أحب واحد قلبه فاضي. أنا ما حسيتش الإحساس ده لما شفتك يا لبنى. هو ليه الواحد ما بيبقاش فاهم؟ ليه بيغلط في حق نفسه؟ والنتيجة تكون حاجات
يقدرش يهرب منها. أنا بكره ريتال، ما بحبش مفيدة، بس عندي عيل من كل واحدة فيهم. أنا بجد حتى بكره أشوفهم، وحاسس إن العمر اللي فات ده كله كابوس مش عارف أخرج منه. لبنى، أنا بجد مش شايف حد غيرك. أنا مش هكدب عليك وأقول لك إن أنا مش بحب أشوفك، بس أنا محتارة، وأنا بحب حسن فعلا ولا أنا عشان في بلد غريبة معرفش فيها حد وأنت الوحيد اللي هونت عليا الأيام والساعات هنا، ولا هو إحنا فعلا لازم نقرب من بعض وتقابلنا علشان كده، ولا أنا عايشة في وهم ومش عارفة أخرج منه؟ قربك مني وهم؟ أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقرب من حد متجوز، وأنت طلعت متجوز اتنين. أيوة يا لبنى، بس أنا حسن، أنا وأنت اتحطينا في ظروف تخلي أي حد يقابل حد يعامله كويس ويعيش معاه لحظات حلوة ويمكن كمان يحبه، وعشان أنا وأنت بندور على حاجة حلوة لقيناها مع بعض وقربنا من بعض. أنا بحب أشوفك واتبسط لما بتكلم معاك، وقلقت عليك وخفت عليك قوي، بس في نفس الوقت خايفة اتسرع. البت اللي هنا راحت فين؟ اصبر يا اللي على الباب. ريتال؟ مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ بت انت كويسة؟ انا مش كويسة خالص يا كريمة. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ انا زي الزفت وهتجنن واعرف ايه اللي بيحصل. طب اهدي، تعالي اقعدي، هاتي الواد، هاتي سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اهلا. ايه في ايه؟ انا دماغي هتنفجر يا كريمه، لازم اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، عايزه اعرف اخري ايه، هطق واموت. الله، ما تجيبي من الاخر يا بنت وتقولي لي في ايه بالظبط. انا عملت كل اللي عملته ده عشان خاطرك يا كريمه، عشان خاطر اخد لك حقك اللي خده عمي زمان، لكن بعد كل اللي انا عملته ده اطلع من مولد بسقط مش هيحصل. استغفر الله العظيم يا رب. سقط ايه يا بنتي ومولد ايه؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما كنتش واخده بالي، بس اللي بيحصل ده بيقربني بره الحسبه. يعني ايه حسن ملوش حاجه؟ يعني ايه مروان عبد الحكيم كتب له كل حاجه يا كريمه؟ يعني انا والواد ده خلاص بقينا يا مولاي كما خلقتني؟ صدق اللي انت بتقولي كلام عبيط على الاخر. لا ده مش كلام عبيط يا كريمه، دي حقيقه. فين مروان؟ عايزه اتكلم معاه، عايزه افهم. ما انا مش هقعد ساكته لحد ما الاقي نفسي مرميه بره البيت والست زينب واولادها يقعدوا يؤمروا ويتامروا على اولادي. يا بنتي عبيطه، مروان عمل كده بس عشان يغيظ حسن، انما حقك انت وابنك حقنا كله مضمون خلاص عند مروان. يقول لي كده اسمعها بوداني. عمره ما هيقول لي كده، لو قال لي كده يبقى بيبوظ الدنيا. فهمت يا كريمه، انت والست زينب قاعدين ومربعين ولا همك ولا هممها اي حاجه. هنعك بقى ونخرف ونقول كلام فارغ ملهوش 30 اي لازمه. لا يا كريمه، انت بس اللي قرب لزينب ممكن تكليب سنانك وتولع الدنيا نار، إنما ريتال اللي كان عندها استعداد تموت نفسها علشانك تز فيها تولع بجاز وسخ. بعد الشر عليك يا حبيبتي. يا بت ده انت أغلى مننا عينيا، بلاش عبط يا ريتال وتبوظي الدنيا عشان خاطري. لا يا كريمة، أنا عايزة يقول لي آخرة اللي احنا فيه ده إيه؟ آخرة الحكاية كلها إيه؟ يقول لي، يقول لي إن هو عمل كل اللي بيعمله ده عشان خاطر حسن وقف قصاده ويضمن لي حق ابني. انت كده عايزه تبوظي كل حاجه، كل حاجه. هي باظت اصلا يا كريمه، بس انا ما يهمنيش اي حاجه، يهمني حقي وبس، يكشي البيت ده يولع باللي فيه، ما يهمنيش. تشكري. مروان جوه؟ جوه يا كريمه.
عندك في المكتب. يا خضرة، خضرة، نعم يا سيدي، خدي تعالي. سامي طلعي عبد الله فوق واقعدي معاه. انا عايزه اعرف حقي وحق ابني فين يا مروان. ريتال، ريتال يا حبيبتي تعالي، انا عايزاك. سيبيها يا كريمه. لا يا اخويا سيبك انت من الكلام اللي هي عماله تقوله ده. ليه؟ هو انا بقول حاجه غريبه ولا بقول حاجه عيب؟ انا عايزه اعرف حقي كام ودلوقتي. يا بنتي انت تعبتي، مروان ده كبير العيله، واي حاجه يقولها لازم كلنا نقول له حاضر، وكل حاجه مروان بيعملها لمصلحتنا كلنا. اتعدي بقى. لمصلحة مين يا كريمة؟ لمصلحتنا كلنا ولا لمصلحتك انت؟ ناوي على ايه مروان؟ مش ناوي اعمل اي حاجة، انا قلت كل اللي عندي. لا، الكلام ده تقوله لحد تاني، انا لا. تقول لهم بقى ان هو كتب لك كل حاجة، عبها في الشولة وقال لك خد يا حبيبي انت اللي على الحجر، انت الكبير اللي الكل هيحط الجزمة ببقه ويقول لك امين، يقول اللي يقول الله يرحمه بقى. انما انا الكلام ده ما يخش ذمتي بقرش ساغ يا مروان. انت جاية ليه هنا من اصله؟ بيتك مش هنا؟ مكانك في بيت جوزك. روحي له، هو بجالك من اي حد تاني. روحي شوفي حسن لازم يعمله عشان يعرف ربي الواد، بدل ما الواد يطلع ما لقيش حاجه يتسند عليها. لا ده انت مجنون بقى. انت اللي اتجننتي. اتلمي واهدي احسن، انا من دي اجي عليك، انت حره اهو. بقى كده يا كريمه؟ بس انا بقى مش هسكت، مش هسكت غير لما اعرف حقي يا ابني فين. ولا انت عايزاني اعمل زيك يا كريمه واستنى لما يكبر يقول لي سبتي حقي ليه؟ ولا عايزاه يبقى راجل ويلاقي نفسه شغال عند اولاد مروان وزينب خدام؟ لا يا كريمه مش هيحصل. ولا عايزاني اعمل زيك يا ست الكل واستنى بقى يمكن ربنا يفرجها وكل حاجه تيجي لحد عندي؟ مش هيحصل يا كريمه، مش هيحصل. لا انت كلمتي رسمي، انت ايه بتقلدي جبريه وحسن ابنها؟ تصدق أنا فعلا غلطانة يا كريمة؟ أنا كان المفروض أبقى مع جبرية وابنها. عارفة ليه؟ عشان ابنها ده يبقى أبو ابني، وأنا ما كانش المفروض أسمع ولا أدي وداني لحد. هو أنا إزاي ما كنتش واخدة بالي؟ إزاي اللي كان بيحصل ده أنا ما كنتش فاهماه؟ في الآخر كلنا هنبقى تحت إيد الست هاني اللي قاعدة ومربعة فوق. هي اللي هتدي وتقسم، واللي مش على مزاجها هيخرج بره الحسبة. انما بقى اللي هيقول لها حاضر ونعم هتنعم عليه، وجوزها هيبقى ولي النعم اللي يتبس ايده ويتقال له حاضر يا كبير، ما انت كبرنا وبتاكلنا وتشربنا، صح يا مروان؟ صح يا ريتال. هو ايه اللي صح يا مروان؟ ما تاخدش يا اخويا على كلامها، تلاقي بس حسن مودود لها حبتين في ودانها. ايوه انا ولي النعم، فاتح بيتي اللي على مزاجي، مش اللي على مزاجي ارميه بره. انت عايزه تقعدي هنا، تبقى تقعدي هنا بمزاجي، وهقول لك خلصت البول. لو عايزه تقعدي هنا هتبقي خدامه لزينب. لا يا مروان، الكلام اللي انت بتقوله ده حبيبي ما يصحش ابدا. زينب والرتال اخوات بعض، ما تخليش غضبك من حسن يخليك تقول كلام ملوش اي لازمه. انا عارفه ان انت ما تقصدش، وعارفه كمان يا حبيبي ان قلبك طيب. انا فعلا قلبي طيب، عشان بقولها اقعد هنا، بيت كبير ويساعد الكل، واللي عايز يقعد في بيت العيله اهلا وسهلا بيه، بس بمزاجي عشان انا صاحب البيت. لا يا مروان، كلنا هنا اصحاب البيت. لا غلطانة، مش معنى ان انا فاتح بيتي واخده بالك بيتي يجي اي حد من العيلة دي ويقول انا ليا حتة فيه، اللي يقعد هنا يبقى اصحاب البيت طالما انا شايفك ده، لكن اللي هيقل ادبه ويعمل حاجة مش على مزاجي يبقى ضيف. واقعد هنا بشروطي. ايه رأيك يا ست كريم؟ موافقة على اللي بيقوله الكبير؟ حتى لو مش موافقة، هو ده كلامي، واللي مش عاجبه يطلع بره، حتى لو كنت انت يا كريمة. أنا؟ عيب،
عيب قوي الكلام اللي انت بتقوله ده يا مروان. كده انا زعل منك. هو الحاج بيزعل؟ مش لو كان حق الحاج اللي انا اشوفه ولا اقول عليه غيرك دي هلاه. البلد كلها في يدي، كبيرها وصغيرها، حتى العمدة ما يقدرش يعمل اي حاجة. وكلمتي سيف على رقاب اهل البلد، اللي ما يعجبنيش اطلعه بره. انتوا عارفين حتى امي وحسن قاعدين في البلد دي بمزاجي. لو حبيت اطلعهم مطرودين هعمل كده. انا لسه ما عملتش لازم اعمله في حسن، عشان خاطر الراجل اللي مات ده. غير كده انا كنت هولع فيه هو والبيت اللي قاعد فيه. الواد اللي انت دايره بيه وعملت اشحتي ملوش حق عندي. اشحت؟ هي وصلت للدرجه دي يا مروان؟ لما تطلبي حق مش من حقك يبقى بتشحتي. يبقى انا عندي حق لما قلت ان حسن ملوش عازه، عايش عالي على اللي حواليه، جوز ومخلف وعلى ذمته اتنين مش عارف يوكلهم، يبقى ملوش عازه. يبقى لازم يسمع كلام اللي بيوكله ويوكل العيله دي، حريم ورجاله. يبقى عندي حق ولا لا؟ ايه رايك يا كريم؟ أنا بقيت بشحت حقي، بقيت بشحت حقي يا كريمة. اسكتي اسكتي بقى، سمعتينا كلام ملهوش لازمة. اسكتي اسكت لحد امتى يا كريمة؟ لحد ما السنين تعد بيا وفي الآخر أفضل على وضعي؟ تنسيتي ولا فكرك؟ أنا مش هعمل زيك، مش هستنى لما العمر يجري بيا وفي الاخر اصحى الاقي نفسي مش عارفه راسي من رجليا. ساعتها مش هلاقي حد حاسبه يا كريمه، مش هلاقي حد حاسبه، حد ساعتها هيلومني غريبني يا كريمه. سامعني؟ والله اللي حق عندي هو حسن. وانا بالنسبه لامي وحسن موت الله يرحمني، وامي خدت فيها العزاء. يعني امي وحسن انا طلعت من حساباتهم، وهم كمان طلعوا من حساباتي. لو عاوزه تقعدي هنا اهلا وسهلا بيكي، نجي الاوضه اللي تعجبك. عرفتي ان انا قلبي طيب؟ الواد اللي انت دايره بيه وعماله تشحتي ملوش حق عندي. اشحت؟ هي وصلت للدرجه دي يا مروان؟ لما تطلبي حق مش من حقك يبقى بتشحتي. يبقى انا عندي حق لما قلت ان حسن ملوش عازه، عايش عالي على اللي حواليه، جوز ومخلف وعلى ذمته اتنين مش عارف يوكلهم، يبقى ملوش عازه. يبقى لازم يسمع كلام اللي بيوكله ويوكل العيله دي، حريم ورجاله. يبقى عندي حق ولا لا؟ ايه رايك يا كريم؟ انا بقيت بشحت حقي، بقيت بشحت حقي يا كريم. اسكتي اسكتي بقى، سمعتينا كلام ملهوش لازمه. اسكتي اسكت لحد امتى يا كريم؟ لحد ما السنين تعد بيا وفي الاخر افضل على وضعي؟ نسيتي ولا فكرك؟ أنا مش هعمل زيك، مش هستنى لما العمر يجري بيا وفي الآخر أصحى ألاقي نفسي مش عارفة راسي من رجليا. ساعتها مش هلاقي حد حاسبه يا كريمة، مش هلاقي حد حاسبه، حد ساعتها هيلومني غريبني يا كريمة. سامعني؟ والله اللي حق عندي هو حسن. وانا بالنسبه لامي وحسن موت الله يرحمني، وامي خدت فيها العزاء.
يعني أمي وحسن أنا طلعت من حساباتهم وهم كمان طلعوا من حساباتي. لو عاوزة تقعدي هنا أهلا وسهلا بيكي، نجي الأوضة اللي تعجبك. عرفتي إن أنا قلبي طيب؟ والواد لو عاوز أي حاجة هو لي حق عليا، أنا تحت أمره من العندي قبل عندي. عايز لبس، عايز علاج، كله عند الله. كله عند الله؟ اسكتي بقى، أنا بيت الدنيا. يا مروان يا مروان خد بكلمك، سايبني بتديني ظهرك وماشي. يا مروان بكلمك، كلامك ملوش عازة. مش كده يا ابني يا حبيبي. الله، أنا مش عايزك بنت تكرهك يا مروان، ولا مش عاوز حد يحبني. يا حبيبي أنت كده بتعمل عداوة بينك وما بينها. يعني إيه؟ يعني أنا ظالم؟ عايز أنا أطمنها؟ أقولها ليكي حق؟ أوافق على اللي بتقوله؟ لا، وبقى أنا كده بعترف إن أنا سرقت أمي وحسن، وبكرة حسن وأمي وشمس يجوا يقولوا عاوزين حقنا، أعمل كده؟ أديلهم حقهم؟ يا حبيبي هي عايزة تضمن حق ابنها مش أكتر من كده، وبعدين لتال برضه بنت عمك مش غريبة. وليه ما قلتيش كلام في حق حسن؟ ولا هي عشان هي بنتك؟ ما أقصدش، أنت بس كنت قلت لها كلمتين ريحتها. كريمة، الكل عندي في ميزان واحد. لو وافقت عليها بتقولوا ريتال، يبقى لازم أنا أوافق على اللي بيقولوا حسن وأمي. أعمل كده؟ اسمعي، زينب حملها صعب، صعب قوي. والواد ده لازم يجي. عارفة الواد ده لو ما جاش أنا هعمل إيه؟ هولع في البلد كلها. مش هسمح يحصل له أي حاجة. أنا بدي الأيام والشهور عشان أشوفه، وعندي استعداد أجيب مليون مرة عشان تخدمها بس هي تولد. سامعة؟ هي هتمشي كده يا مروان بيه؟ ماشي، أما نشوف مين فينا اللي هيضحك في الآخر. اطلعي من هنا على بيت جوزك يا ريتال. اسمع الكلام اللي بقولك عليه، والكلام اللي قاله مروان ده انسيه، ده كلام مالوش عازة قاله ساعة غضب. أنا مش هقبل إن حق ولدك يضيع، وهقف معاكي وفي ظهرك. أنت مهما كان بنت أخوي، بنت عبد الله الله يرحمه اللي كلنا ظلمناه. اسمع الكلام اللي هقولك عليه ده وحطيه حلقة في ودنك، وإياكي تنسيه. احنا بنجني اللي زرعناه، زرعه كانت سم وبدورها كلها شر، سبناها تطرح وتفرع لحد ما فروعها لفت حوالين رقبنا كلنا. بس ده مش معناه اننا ما نقدرش نقلعها من جدرها. عايزه تفهميني ان انت خايفه عليا وعلى مصلحتي يا عمتي؟ مش فارقه تصدقيني ولا لا، لكن انا بقول الحق، حق ولدك في رقبتي. افهم يا بت وما تبقيش زي امك. ولا اقول لك، امك غلبانه عندها حق، انا لو مكانها كنت عملت اكتر من كده كمان. ما تستغربيش، احنا لازم نقول الحق عشان نعدل المايل، لازم نشوف الحقيقه بعينينا عشان نعرف نصلحوها. امك اتظلمت، عاشت كتير في فقر ومرار، كانت بتنبش في الأرض بإيديها، وإحنا كنا بنشوفها ونضحك وشمتانين. أقول لك كمان، أنا وجبرية كان نفسنا نشوفها بتصف التراب، نفسنا تيجي عند رجلين كل واحدة فينا وتبوسها ونقول لها لأ.
ملكيش عندنا حاجة. شغل حريم غل ملوش عازة. الشر بيولد شر والغل بيخلي في القلب كره واعر، لكن الحب صعب إننا نلاقيه يا ريتال. تعبت لما أقولك. عارفة أنا رجعت ليه لمحروس؟ ليه يا عمتي؟ أقولك، بصيت لنفسي لقيت إني ما بشوفش غير العفش في الناس، ما بشوفش أي حاجة زينة. قلت ليه كده؟ ده الكره بيجيب كره، والحلو والحب بيجيب حب. عارفة يا بت، عارفة لو أمك كانت شافت مننا حاجة زينة ما كانش قلبها بقى قاسي كده. إحنا اللي خلينا قلبها كيف الصخر، والصخر صعب إنه يلين. ريتال، روحي لحسن جوزك وقولي له أنا هقف جارك وفي ظهرك. اعملي كيف أمك ما عملت مع أخويا عبد الله الله يرحمه. أمك وقفت مع جوزها، وقفت مع عبد الله وخليته عنده فلوس كيف عبد الحكيم. أنت كمان اعملي كده مع حسن، خليه يقول لمروان أنا راجل، راجل وأقدر أعمل فلوس كتير كد ورثي من أبويا وأكتر كمان. أنا مش محتاج لحد. عارفة يا بنتي يا ريتال، أحسن حاجة في أمك كريمة إنها ست جدعة بميت راجل، تحب جوزها وتحادي على عيالها وبيتها، وقفت جنب عبد الله الله يرحمه، وقفت في ظهره في الوقت اللي إحنا بعناه فيه، شفناه بيوقع قدامنا وما مدناش يدنا عشان نساعده. ريتال، روحي لحسن يا حبيبتي. حسن طيب، ولو قلتي له كلمتين حلوين قلبه حيلين وحيعمل اللي انت عايزاه. ياكي تنسي ريتال، الشر بيولد شر، واللي يزرع خير حيلاقي خير. ايه اللي انتي حببتيه ده يا ست ريتال؟ كريمة، سيب البت في حالها، مالكيش صالح بيها. ايه اللي حشرك؟ وانا بتكلم معاكي دلوقتي؟ انا بتكلم مع بنتي. اتحشر؟ مش بنت اخوي؟ تبقى بنت انا كمان. عشان خاطر النبي ابعدي عن وشي، عشان عفاريت الدنيا كلها بتتنطط قدامي دلوقتي. خلي العفاريت دي تتنطط في حتة تانية، البيت مش ناقص. بنت يا ريتال، اعمل اللي قلت لك عليه. ما تعمليش حاجة يا بت، ده عايزاك تترمي تحت رجلين جبرية ورجلين ابنها. ابنها ده يبقى جوزها، أبو ولدها، مش حد غريب. شايفة؟ متفقة مع جبرية عليكي عشان تروحي تبقي تحت رحمتهم ويذلوكي وتبقي خدامة عندهم في البيت. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ بكفاياكي. أنت هتخافي على بنتي أكتر مني؟ لا يا أختي، مش هخاف عليها أكتر منك، أنت أمها. بس أنت الشيطان عامي عينك، ما بقيتيش شايفة حاجة يا حبيبتي. وانتي بقى الملايكة بترفرف حواليكي كده. لا يا أختي، مش بترفرف حواليا، بس أنا شايفة اللي انتي مش شايفاه. اللي هو إيه إن شاء الله؟ خدي يا ريتال راحة فين؟ ما تتنقليش من هنا يا بنتي. سيبيني يا كريمة، ولا انتي عايزين أصحى الصبح أقول لمروان عايزة علبة لبن للواد يقول لي آه ولا لأ؟ يا حبيبتي ده كلام عصبية، ما تاخديش على الكلام ده. البيت ده بيتك وبيت عبد الله أبوكي. مش بيتي، طالما مش في إيدي ورق يبقى مش من حقي أي حاجة. لا، حقك وبيتك، ولو عايزة تقعد هنا محدش يقدر يقولك تلت التلاتة كام، بس بيت جوزك أو لبيكي. مش بيتي يا عمتي، طالما اتقال مش بيتي يبقى مش بيتي. طلع جيب الواد.
مبسوطة؟ رسمتي وخططتي ونفذتي، عايزة إيه تاني؟ أنا لا بخطط ولا برتب، أنا عايزة الصالح. أنا وصالح ده يا ست فوزية؟ إن بنتي تتزل مع حسن وجبرية؟ أنا وصالح ده اللي عمله مروان وأهله؟ بقول لك إيه يا كريمة؟ قبل ما تقولي أي كلمة زيادة اقعدي مع نفسك احسبيها، شوفي احنا خسرنا كديه وايه اللي هنكسبه لو فضلنا ناكله في بعض، وبعدين نبقى نتكلم. انتوا ما خسرتوش حاجة خالص، انا اللي خسرت كل حاجة. بس يكون في علمك، اقسم بالله انا ما هسكت. هي شاهد كل التأخير ده؟ نادية شايطة. تأخرتي ليه كده؟ تفضلي. وانت حقيقي بتحبها ولا عايز تهرب من اللي انت فيه؟ حسن، تفتكري انك كده بتفكري صح؟ حسن يا لبنى، لا لا لا، انت غبيه، ازاي افكر كده؟ ده متجوز ومخلف، غير ان هو واخوه وعيلته كلها تخوف. بحبها، واللي انا حاسس بيه ده عمري ما حسيت بيه قبل كده. حاسس ان قلبي مفتوح للدنيا، ولا انا زي ما يكون اول مره اشوف واحده واجرب منها. وليه لا؟ هو عمره ما حب ولا حس انه بيحب، اللي عاشه كان غصب عنه، وعيلته هي اللي عملت فيه كده. زي ما انا اتفاجئت ان بابا اللي عمري ما تخيلت انه يعمل حاجه غلط طلع في الآخر بيشتغل في الديرتي بيزنس. لا لا، أنا عشته ليه ذنب فيه، ولا اللي هو عايشه ليه ذنب فيه. كنت فين؟ أنت اللي كنت فين؟ كنت عند ماما. حلو قوي، طلع داخلة ولا همك. لو كانت أمي جالت لك رايحة فين كنت كلبت الدنيا وقلت إنها معذباكي ومش عايزاك تروحي تشوف أمك، صح؟ ما كنتش أعرف إن أنت هتزعل. لا والله يا ريتال، أنت مش واخدة بالك من اللي بيحصل ولا اللي حصل ده ما عداش عليكي؟ إيه؟ مش شايفة أمك بتعمل إيه؟ بعدين مين قال لك إن أنا هوافق إنك تروحي بيت إحنا انطردنا منه؟ مين قال لك اني موافق انك تاخدي ولدي وتروحي بيت اللي فيه مش عايزيننا ندخله؟ خلاص بقى يا حسن، انا اسفه. ده ايه الحنيه والهدوء ده كله؟ دي ريتال دي اللي بتتكلم ولا حد تاني وانا مش واخد بالي؟ خلاص يا حسن ما تزعلش، انا ولا هخرج ولا هدخل الا باذنك يا سيدي. اللي انت عايزه، اهم حاجه تبقى راضيه عني وبس. بتخططي لإيه يا ريتال؟ أمك جالت لك إيه؟ جالت لك روحي ادخلي عليه بطقم الحنية عشان تجيبيه على وشه؟
ولا جالت لك ان هي دي الطريقه اللي بتجيب معاها؟ لا، لو كنتوا فاكرين كده تبقوا غلطانين انتوا التنين. لا ما قالتليش كده يا حسن، والله العظيم ما تحلفيش لي اني مش هصدقك. مش عايز اسمع منك ولا كلمه. انا طالعه يا حسن. على فين ان شاء الله؟ هروح المقام، عليا ندر لازم اوفيه. ندر مره واحده؟ ماشي، روح يا مفيدة. هاخد عبد الحكيم معاي. وماله؟ اجلي ونقول البركه. ايه مالك؟ حاساك بعيد، زي ما يكون مش عايز تقعد معاي. ما هي دي الحقيقة، أنا لا عايز أقعد معاكي ولا مع غيرك. بس أنا تعبانة يا حسن، ما لاقياش حد أتكلم معاه، وأنت ما بتسألش. أسأل على إيه يا مفيدة؟ بلاش أنا، اسأل على عبد الحكيم. ماله عبد الحكيم؟ ما هو رايق وزي الفل، بعدين اللي تعوزيه تطلبيه من أمي. بس أنت جوزي، والمفروض لما عاوز حاجة أطلبها منك أنت. جوزي جوزي جوزي، أكبر غلطة عملتها في حياتي دي اتجوزتك. مش عارف أنا كيف عملت كده. إيه يعني أما تصعبي عليا شوية؟ تعرفي؟ لما قعدت وفكرت قلت يا ريتني خلصت منك. يا ريتك سقطت الواد. إيه الكلام ده يا حسن؟ ليه بتقول الكلام ده؟ ده بدل ما تاخد الواد في حضنك؟ ده بدل ما تقول له أنت ظهره وسنده؟ ليه؟ بقول لك ايه؟ بعدي عني، أنا مش عايز أشوف وشك أصلاً. تشكي همك ووجعك يا مرك يا مفيدة، يا وجعتك السودة. أقول لك الو ده حقيقي؟ يا نهار اسود. هي الدنيا عمالة تلطش فيا ليه كده؟ وأنا ماليش حظ أحس إني مبسوطة ولو يوم واحد؟ وأنا ماليش حظ أحس إني ليا بيت وراجل اتحمى فيه؟ يا رب. الدنيا حلوت معاكي قوي يا ناديه. عملتي ايه في اللي قلت لك عليه؟ لا فكريني كده، لحسن انا الايام دي بقيت بنسى قوي. ما ينفعش تنسي. ايه الطريقه دي؟ عملتي ايه في اللي قلت لك عليه؟ اتكلمي كويس، انا ما بحبش حد يكلمني بالطريقه دي، والا همشي واسيبك. اه تبقي مش ناويه تعملي حاجه. لو انت فاكره ان انا هخاف واقول يا حيطه داريني، غلطانه. ده انت لو نشرتي صورتي على الانترنت وقلتي اني لسه عايشه، محدش هيصدقك. يخلق مش شبه 40. وبعدين انا مرت مهدي بيه، يعني ممكن يطلع لي ورق اني كنت عايشه عمري كله في اي بلد، وممكن كمان يثبت اني قابلته وتجوزته في اي بلد في العالم ومن زمان. يعني اللي في راسك ملوش لازمه. كل اللي ساب ابوي يجيني لحد عندي على طبق من ذهب مش فضه، والا هقلب الدنيا فوق دماغك ودماغ امك. انت بتهدديني؟ اه بهددك. انا ما اقدرش اعمل حاجه. انت عايزاني اقول لماما ايه؟ دي كانت تقلب الدنيا عليا. ايه هتقول لك عملتي ايه في ورث ابوي؟
هتتهمك انك سرقتي، هتبيعك وتدخلك السجن زي ما عملت معاي. مفيش حد باعك، انت فاهمه غلط. لا انا فاهمه صح وعارفه انا بعمل ايه. شوفي اسبوع وكل حاجه تبقى خلصانه. معلش دلوقتي عشان عندي ميعاد مهم قوي، ابقي كلميني قولي لي عملتي ايه. I'm so sorry. عملت معاكي ايه؟ هو انت مالك؟ يبقى زعلتك. هي من ساعه ما اتجوزت مهدي محدش قادر عليها خالص، وانا اللي جبتها لحد عنده وقفت جنبها مشغلاني عندها شغاله. دي ناقص تقولي لبسيني الجزمه الدرجه دي واكتر كمان. خلي بالك بقى عشان هي ما بقتش باقيه على حد ولا على حاجه. وحياتك لو كنت اعرف انها كده ما كنتش وقفت جنبها. ماشي عن اذنك. ازيك يا مفيدة؟ بعد عني، مالكش دعوة بي. في ايه يا بت وانا اكلك ولا ايه؟ عايز مني؟ عاوز منك ايه يعني؟ امشي امشي، انت باين عليكي اتجننتي. يلا 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 يا ناقصاكي. عارفه هتعملي ايه؟ عارفه عارفه، ما تقلقش. لا اقلق اقلق، ما تقلقش. انا مش عايزه تحس بيكي ولا تحس بيكي خالص، فاهمه ولا لا؟ سكين سكين، خلي بالك. زهقت يا رب، الوحده بتاكل فيا، خايفة افضل اكتئب زي البيت المهجور، لا حد بيزور ولا بيسكن فيه. الدنيا فضيت عليا، حتى مروان اللي كنت بجي عليه واترمي في حضنه بعنا، رمى نفسه في حضن كريم. يا رب ماليش غيرك، ماليش غيرك يا رب، سيبنيش. يا رب يا رب انت فتحت لي باب رحمتك ونزل براسيني. يا رب انت نجيتني وانا خاطيه. يا رب انا لا ليا اخ ولا اخت ولا حد تسند عليه، انت سندي يا رب. انت اللي هتسمع شكوتي وتحس بيا. انا مش طالبه غير ان اربي ولدي وبعد كده اللي يحصل يحصل، اطمن عليه بس يا رب. يا رب حنن قلب ابوه علي يا رب يا رب. عملت ايه؟ خلاص جبته. الله يبارك لك يامه. يلا على الخيش على طول، هو حد يشوفك. طيب الو. ايوه ست كريمه، الله يكرمك. انا وعدتك ووفيت، عايزك كمان نص ساعه تجابيني في نفس المكان والزمان، ما تتاخريش ولا دقيقه. يلا بقول لك ايه، قبل ما انسى، الفلوس اللي اتفقنا عليها تجي لي مظبوطه بالمليم. الله يبارك لك، لا إله إلا الله. مستغرب ليه؟ أصل مش معقول يعني تخليني أسيطر على البلد وأحط إيدي عليها وفي الآخر يعني أرمي لك كام ألف جنيه؟ ما يصحش. الصح بقى إنك تبقى شريك معايا. لا لا لا، أفهم. أفهمك؟ مروان لو اتزحمت سكتي الدنيا هتبقى فاضيالي، واعمل احلى شغل انا وانت. يبقى الشغل بتاعنا وانت،
قلت ايه؟ كلام كبير قوي. لا، واحده واحده عليا. في شغل كتير قوي داخل البلد، سلاح، سلاح كتير قوي، وانا عارف ومتاكد انك انت تقدر تصرفه. الاهم بقى يا معلم انتيك. انتيك لو شفته قلبك يرقص. مروان بقى لو حط ايده على الانتيك ده بالكتير قوي هيرمي لك كام الف، او يقول لك متشكرين ويستغنى عنك. لا لا، ما يقدرش. لا يقدر، يقدر. انت متهيالك بس يقدر. اوعى تفتكر ان مهدي هيقف قصاده او يحميك. اسمع كلام يا بدري، قلت ايه؟ قلت ده كلام واعر بس زين، زين قوي. زين يعني موافق؟ تمام كده. هو هيا هيا هيا، سيبوه سيبوه. هو هيا. عم كامل هيا. ازيك يا عم كامل؟ انت مبسوط اني عايشه يا عم كامل؟ صح. بس قول لي انت كيف عرفت مكاني هنا؟ قعد بقول لك ايه، انا ما عاوزاش حد يعرف اني عايشه. انا عارفه انك اتظلمت يا عم كامل، واللي ظلمك ظلمني، بس ان شاء الله اخد لك حقك من اللي عمل فيك كده. بقول لك ايه، انت مش هتمشي، انت هتقعد معايا هنا. هتشتغل معايا هنا. هتشتغل معايا في البيت. تعالى بس انا هقول لك. يا نهار اسود، عبد الحكيم، عبد الحكيم، يا مريك يا مفيده، يا نهار اسود، يا مريك، يا ولدي، يا عبد الحكيم، يا عبد الحكيم، الحكم يا ناس، عبد الحكيم، ما شفتش عبد الحكيم، عبد الحكيم ولدي، عبد الحكيم، يا ناس، يا ولدي، يا ولدي، الحقوني، الحقوني يا ناس. حسن، انت عايز ايه؟ جاي اطلع على الوقت. كنت هتخرج بسرعه ليه؟ بقول لك ايه، مش عايز كلام كتير. لا هنتكلم يا حسن، وكلام كتير قوي كمان. بقول لك ايه، ما تيجي نفتح صفحه جديده تاني؟ ما كفاكي صفح، ده انا بيجي عندي مكتبه. وايه المشكله؟ انت عايزه ايه؟ اصل انا بصراحه عقلي مش مصدق انك هديتي وراجعتي نفسك. فقولي اللي عندك، عشان مش هصدق اي حاجه من اللي انت بتعمليها دي. طب تعالى تعالى. ان انا كنت غلطانه. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انا مراتك، حبيبتك، ماليش غيرك. لا ليكي غيري، وعمرك اصلا ما حبتيني. انت عمرك ما فكرت انك تجربي مني الا عشان حاجه في دماغك. انا بصراحه خلاص ما عدتش باكل من الكلام ده. انا فعلا كنت كده يا حسن، واكتر من كده كمان. بس والله العظيم انا فهمت وعرفت احنا مالناش غير بعض. انا هبقى معاك وفي ظهرك وسندك، انا مستعده اتحمل عشانك اي حاجه. ان شاء الله حتى تهد الدنيا هبقى معاك برضه. يتقال انا بكرهك.
بيكو هو الواد ده وبس. انا كل ما افكر اني هرجع البيت الاقيكي ابقى مش عايز ارجع. انت لما بتطلعي بقول يا رب ما ترجعي تاني. بقول لك انا وصلت لدرجه اني بقيت اقول لو الواد ده هو اللي هيخليكي بكلب شاف رقبتي مش عايز اشوفه تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انت اللي غلطانة على فكرة، أنا اللي غلطان. بس الواحد لما يغلط مش لازم يفضل شايل غلطته فوق راسه طول عمره. بتبقى حاجة مسخة بتمسخ الدنيا وتخليها سودة في وشه طول عمره. كل ده عشان متجوزني يا حسن؟ وأنا قررت إن الدنيا تحلو. أقول لك قررت اني اعيش الحياه اللي انا كنت بتمناها وعايزها مع لبنى، مش كده؟ قول كمان يا حسن، ما انا عارفاك. لا قول بنت حلوه تاكل العقل. انت بس اي واحده تعدي من قدامك كده تتجنن وتجري وراها، بتمسك نفسك شويه، مش كده؟ عيب. ايوه هو ده، هي دي الرجاله اللي انا عارفها. عشان انا خلاص ما بقتش احب اسمع كلامك قلت اني اريح نفسي. عايز تعمل ايه يا سيد الرجاله؟ انت طالق يا ريتال. انا مستعده اتحمل عشانك اي حاجه، ان شاء الله حتى تهد الدنيا هبقى معاك برضه. ريتال انا بكرهك. اللي ربطني بيكو هو الواد ده وبس. انا كل ما افكر اني هرجع البيت الاقيكي ابقى مش عايز ارجع. انت لما بتطلعي بقول يا رب ما ترجعي تاني. بقول لك انا وصلت لدرجه اني بقيت اقول لو الواد ده هو اللي هيخليكي بكلب شاف رقبتي مش عايز اشوفه تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انت اللي غلطانة على فكرة، أنا اللي غلطان. بس الواحد لما يغلط مش لازم يفضل شايل غلطته فوق راسه طول عمره. بتبقى حاجة مسخة بتمسخ الدنيا وتخليها سودة في وشه طول عمره. كل ده عشان متجوزني يا حسن؟ وأنا قررت إن الدنيا تحلو. أقول لك قررت اني اعيش الحياه اللي انا كنت بتمناها وعايزها مع لبنى، مش كده؟ قول كمان يا حسن، ما انا عارفاك. لا قول بنت حلوه تاكل العقل. انت بس اي واحده تعدي من قدامك كده تتجنن وتجري وراها، بتمسك نفسك شويه، مش كده؟ عيب. ايوه هو ده، هي دي الرجاله اللي انا عارفها. عشان انا خلاص ما بقتش احب اسمع كلامك قلت اني اريح نفسي. عايز تعمل ايه يا سيد الرجاله؟ انت طالق يا ريتال. طالق مره تانيه، سمعتي؟ يعني انت من النهارده مش على ذمتي. عايزه تفضلي قاعده هنا، انت حره. بيت مرت عمك، واخدة بالك؟ مرت عمك شبرية، وأنا هروح لها وأقول لها وأتحايل عليها إنها تسيب القعدة هنا. أنا عارف إن مروان مش هيقبل إنك تعيشي في البيت الكبير، وإنتي حرام محدش عندك مكان تروحيه. حتى الفلوس اللي كنت عاملة حسابك هتورثيها من بعدي محدش ليها وجود. ما مروان خدها في كرشه، وإنت دلوقت على الحميد المجيد. ولدي ملزوم مني اللي هو عايزه، عينيا ليه، وانت حقك هيوصلك، نفقتك ومصاريفك كامله عشان ابقى ما قصرتش معاكي في حاجه.
فين الواد؟ مش كان معاكي؟ راح يا ست جبريه. هو ايه اللي راح؟ الواد فين يا ام طبي؟ ما عرفاش. ليه ما عرفاش؟ الواد فين؟ الله يحرقك. ما عرفاش. انا دخلت المقام ما عرفاش اللي حصل. حد طبق على نفسي ما دريتش اللي حصل. الواد راح يا حسن. عبد الحسين امين يا حسن. مروان. هو مروان مفيش غيره. النهارده عبد الحكيم، بكره عبد الله، عشان لما مراته تخلف ما بقاش فيه غير ولده على وش الدنيا. مروان خد ولدي؟ لا، كله لا عبد الحكيم، ده انا اكله باسناني. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ انت يدك عني. انا خلاص ما عايزه اعيش معاك. انت مش قلت ان جوازك مني كان غلطه؟ انا كمان كل حاجه عملتها معك كانت غلطه. انا بكرهك وبكره البيت ده، وبكره اليوم اللي شفتك وجربت منك فيه. انت غضب ربنا اللي نزل علي. بس ولدي له يا حسن، ولدي له. وان كنت فاكرين ان انا ضعيفه ولا مش هقدر على مروان، تبقوا غلطانين. انا اللي يجي ناحيه ولدي اهرسه اكله باسناني واكل. جيب العواقب سليمان. قليلين، مش ده اللي احنا متفقين عليه ولا ايه؟ لا لا يا ست كريمه، انا كنت منتظر تقدري مجهودي باكتر من كده. اي نعم، هو ده المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، بس انا بصراحه لما قعدت مع نفسي كده وحسبتها لقيتك كسبانه اكتر بكتير من اللي انا كسبانه. بطل طمع. والله العظيم انا بيتهيألي عمرك في حياتك ما مسكت مبلغ قد كده. بطل طمع بقى واحمد ربنا. الحمد لله والشكر لله. انا ما بتكلمش في الكلام ده، بس انا راجل صريح وبحب الصراحه، وعندي مبادئ في الشغل عمري ما كسرها. طب انت عارفه، انا ممكن ارجع الواد مطرح ما خدته، والف من هيرجعه لامه. بلاش. انا ممكن اعمل مكالمه صغيره قوي اقول لهم يا جماعه الحقوا الست كريمه هي اللي خطفت الواد. ما حدش هيصدقك يا خفيف. هيصدقوا. أصل أنا ما قلتلكيش، حتة التليفون الصغير المعفن ده في ميزة ما تتقدرش بكنوز الدنيا. إيه هي بقى؟ اسمعي كده. أنا قلتلك اختفي الواد زي ريتال ما قالتلك، وليك 30,000 جنيه. تخيلي بقى لو المكالمة دي اتبعتت لهم في رسالة هيعملوا إيه؟ يا لهوي، دي الدنيا هتولع. عموما انا عارف انك اكيد مش عامله حسابك غير على المبلغ ده، فانا هاخده، بس هديكي مهله صغيره قوي 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 تدبري فيها مبلغ محترم يليق بصوفه. تمام، بس بسرعه عشان انا مستعجل والنبي. سلام يا قمر. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. أنا بفكر أروح لها، ريتال أصلها دماغها صعبة قوي ولازم حد يفضل فوق راسها لحد ما يفهمها. بعد اللي حصل ده هتعرف إن ملهاش غير بيتها وجوزها. لا لا خالص، مش ريتال صدقيني. أنا بقولك هي هتراجع نفسها وهتعمل اللي أنا قلتلها عليه. المهم الحبل عامل إيه وياك؟ الحمد لله، أنا حاسة إنه إن شاء الله هيتم على خير. إن شاء الله حبيبتي. أنا عملت حاجة كده على حسك أنت ومروان. حاجة إيه؟ رحت للجزار وقلت له يذبح عجل أو نوكله الغلابة يدعوا لك أنت ومروان. دعوة الغلابة دي منها الباب السما على طول. تصدقي إن أنا كنت هقول لك نعمل كده؟ حاجة تانية كمان. إيه هي؟ عايزاكي تقعدي تزني على ودن مروان وتكلميه عن صلة الرحم، وتقولي له ان ده اللي يخلي ربنا يرضى عنه. والله العظيم يا فوزيه انا بعمل كده. تعمليه تاني وتالت ومليون كمان. صله الرحم دي اهم حاجه. وعايزاكي كمان تروحي الجبريه وشمس حتى لو قفلوا الباب في وشك، معلش. ولدي فين؟ ولدي فين يا فوزيه؟ جرى ايه؟ ولدي فين يا زينب؟ ابنك مين؟ ابني مين؟ احنا نستقبل على بعض يا بنت كريمه؟ لا انت شكلك مجنونه، اطلعي بره. اطلع بره ده ايه؟ وعزه جلاله الله ما انا طالعه الا ولدي معاي، الا ورحمه الغاليين لاكون واخده روحك معاي. لا لا انت اتجننتي خلاص، يلا الله يسهلك اطلعي بره. استني يا زينب استني.
جرى ايه يا بنت؟ اعملي روحك ولا تعرفي يا فوزية. انا ممكن اسكت على كل حاجة، ممكن اسكت على الإهانة، ممكن اسكت على انكم شايفيني خدامة ولا اسوى، لكن ولدي الا ولدي. يا بنت حصل ايه؟ ولدي اتخطف يا فوزية ومحدش خطفه غيركم. مين اللي يخطف مين يا مجنونة يا بنت المجانين انت؟ احنا نخطف ابنك؟ بره يا بنت، قومي بره بره. انت ما تعرفينيش يا كريمة. انت يا مروان، يا مروان بنت يا مفيدة، تعالي هنا اقعدي وفهميني كده بالراحة. لو انت فاكرة باللي بتعمليه ده بتفضي الدنيا عشان اللي جاي، انسي. انا ولدي لو ما ظهرش مش هتلحقي تولدي. هي مين اللي مش هتولد يا صرمة يا بنت الصرمة؟ ها؟ اقسم بالله لو زينب بنتي جرى لها حاجة لا تفينك هنا حية. انت سامعة ولا مش سامعة؟ مخبيين الواد فين؟ حسن، مخبيين الواد يا حسن، ما عايزين اشي يقول هو فين؟ يا ولدي يا ولدي يا ولدي. ولدي فين يا كريمة؟ طب جننتي حسن، هخطف ابنك برضو؟ يبقى الكلام اللي بتقوله البنت ده صح؟ ولدك اتخطف؟ ايوه يا عمتي، ومحدش خطفه غير مروان. مروان عمره ما يعمل حاجة زي دي، وبعدين هو هيخطف ليه يعني ابنك يا حسن؟ عشان يخلص منه، عشان خاطر الباشا اللي جاي في الطريق. مستحيل يعمل حاجة زي دي مهما كانت الخلافات اللي ما بينكم. اللي عمله قبل سابق يخليه يعمل أكتر من كده. تعالي حسن أنا عايزاك. الواد فين يا زينب؟ كلمي جوزك قولي لي الواد فين بدل ما تربج البيت على اللي فيه. روح دور على اللي خطف ابنك. اللي قتل فريدة وابنها يعمل أكتر من كده. اللي عايز يخليك قد كده هو ويعمل مشاكل كبيرة بينك وما بين أخوك مروان. جبرية هي اللي عملت كده. إيه اللي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة اللي أنا بقولها. جبرية عايزة تولع البيت باللي فيه، عارفة ليه؟ عشان عايزة ترجع هنا تاني، وده مش هيحصل يا حسن. أمك ملهاش أي حاجة في البيت ده، والكلام ده مش أنا اللي بقوله، مروان أخوك هو اللي قاله. قولي لمروان لو الواد ما ظهرش البيت ده مش هيطلع عليه نهار. ايه؟ في ايه يا بيبصولي ليه كده؟ ما اشوف الزفت اللي طلعت فوق دي. قسما بالله العلي العظيم الواد لو ما ظهرش ما في عيل في البلد دي هيطلع لنهار، سواء الليل لو ولدي ما ظهرش. قولوا على عيالكم يا رحمن يا رحيم اطلع. وانت حسن عبد الحكيم يتخطف يا ولاد الكلب؟ وانت حسن عبد الحكيم يتخطف؟ انا هوريكم من هو حسن عبد الحكيم، انا هوريكم يا ولاد الكلب. انت رايحه فين؟ رايحه عند جبريه. ليه؟ تفتكري هي اللي عملت كده؟ بقول لك ايه يا زينب؟ هماليني دلوقتي، انا ما عارفاش هعمل ايه. لا انا جايه معاكي. تيجي معايا لفين يا مجنونه انت؟ انت تخشي اوضتك وتقفلي بابك عليكي، وما تفتحيش لحد واصل. لا يا فوزية ما تخوفينيش، انا مش هقعد هنا، انا هنزل مصر. انا كان لازم اعرف من الاول ان انا ماليش مكان في البيت ده. تنزلي مصر ايه يا زينب؟ بلاش تجيدي النار اكتر ما هي جايده. ماشي يا فوزية، امشي ورايا زي ما انت عايزه.
كريمة تعالي هنا. رايحة فين؟ سيبيني معلش يا فوزي. أسيبك ده إيه؟ أنا مش هسيبك إلا لما أعرف أنت ناوية على إيه؟ ما إحنا مش هنرتاح ولا يهدالنا بال غير لما جبرية دي تموت. يا نهار برابرب، أنت عايزة تجيب لنا نصيبة؟ ما كفكيش البلاوي اللي إحنا فيها دي؟ البلاوي اللي إحنا فيها دي سببها جبرية، وأنا عارفة ومتأكدة إن هي اللي خطفت الواد، عايزة حسن يموت أخوه، وعايزانا كلنا نلف حوالين بعضنا كأننا محطوطين في خلاط وهي اللي بتدوره. طب استهدي بالله كده. خلاص أنا مش عايزة حاجة بالدنيا. هموتها هيعملوا فيا إيه؟ هيدخلوني السجن ولا هيشنقوني وأنا أحسن من نادية؟ سامحني يا رب، مش كنت خدتها وخليت عبد الحكيم. استغفر الله العظيم. طب تعالي معايا دلوقتي. اسمعي بس، اسمعي، طول ما جبرية عايشة النار هتفضل مولعة في البيت الكبير. اسمعي كلامي، الله يرحمك يا عبد الحكيم. تعالي. استني يا كريمة. لا مش هستنى. هوا انت عايزة ايه بالظبط يا جبرية؟ كريم امشي. طيبر ولادك بياكلوا في بعض، عايزة تشوفي واحد فيهم بيموت التاني؟ خلاص الحقد والغل ملوا قلبك حتى على ولادك، اتقي الله يا ولية. وانتي مالكم العيالي؟ ابن حسن فين يا جبرية؟ فين الواد؟ يعني همك ولد حسن ولا خايف على ولد مفيدة وجاية تدور عليها عندي؟ أنا مش خايفة على ابن مفيدة، أنا خايفة على ابن حسن. انت الشيطان اللي دخل بيت عبد الجواد، انت الوسواس الخناس، انت الصوص اللي عمال ينخور في البيت. اسكت يا كريمه، بكفاك لحد كده. تعال. لا يا فوزيه مش هسكت، وهفضل قاعده حاطه ايدي على خدي لحد ما اشوف الوليه دي عامله زي الصوص عماله تنخور في جدار البيت لحد ما هيتقد علينا. وهتعمل ايه ان شاء الله؟ حموتك يا جبريل. لو الواد ما ظهرش انا هموتك. انا عارفه ومتاكده ان انت ورا خطف ابن حسن. اها، وليه يعني؟ ليه مش انت اللي خطفتيه؟ عشان بنتك واختها وولدهم يكوشوا على كل الورث. اقول لك على حاجه، انا لو مكانك هعمل كده. بس اقول لك على حاجه، قول اللي خطف الواد رجعه، وإلا إحنا هنرجع بمعرفتنا. بس ساعتها هيدفن هنا قدام البلد كلها. بطل يا جبرية شويتين بتوعك دول، حفظناهم كلنا، عارفينك وعارفين قلبك الأسود. وخلي بالك يا بنت الناس، اللي انت بتعمليه ده هيخرب البلد كلها. حسن فاكر إن أخوه مروان هو اللي خطف الواد. عايزة إيه يا ولية؟ عايزة تشوف عيالك بيقطعوا في لحم بعض؟ رجعي الواد يا جبرية، رجعيه. أبوس إيدك وخلي الحكاية دي يا ستي تمشي على خير. يعني مين اللي خد الواد؟ الواد مالوش ذنب يا ست فوزية، ده عيل صغير، حرام والله. معقولة الكلام اللي أنتوا التنين عمالين تقولوه ده؟ حد من أهل البيت هو اللي خطف الواد؟ إيه؟ بنخطفوا لحمنا؟ طب وأيمانات المسلمين؟ لو عرفنا اللي عمل كده وطلع صح من أهل البيت مهما كان مين، هكون أنا اللي جت له بيدي. الواد يرجع وأنا هموت نفسي، أنا ما عايزاش حاجة من الدنيا. وإذا كان يعني عشان أنا ضرت بنتك يا ست كريمة، عادي انسيني ولا كان ده حصل. يا بنت، هو أنت فاكرة أنت اللي تهميها؟ لا، يهمها الواد اللي هيقسم مع ولد ريتال. اصحي يا جبرية، انت لسه بتحلمي؟ مروان بيه جاب من الاخر وقال ان مفيش حد فينا له اي حاجه، يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده مش صحيح، غلط. اسمعي كلامي وفهمي كويس قوي يا فوزيه. الوليه دي هي اللي ورا خطف ابن حسن. فاكره أما جابت السكينة وكانت عايزة تموت عبد الحكيم؟ فاكرة ولا فكرك يا فوزية؟ زي ما ريتال قتلت ولدي يا كريمة، واللي عملته بنتك دي يخليها تعمل أكتر من كده. يا رب ربنا! تعالي يا رب ربنا!
تعجلي امال يا مفيدة. والكلام ده حصل امتى؟ مش مهم حصل متى، لازم أن تقلب البلد عليها وطيها، بيت بيت شبر شبر، الواد ده لازم يرجع محرم. هدي نفسك يا مروان، مش كده، أكيد محرم هيعمل كل اللي يقدر عليه. مفيش حاجة اسمها اللي هيقدر عليه، الواد ده لازم يرجع. المعلم بدر بره يا مروان بيه. خليه يدخل. ايه ده يا مروان؟ انت بتستاهل مطاريد على اهل بلدك؟ انا ما بعملش اي حاجه عفشه. طلبتنا يا كبير. رجالتك فين؟ تحت امرك. من يدك دي ليدك دي. ولد اخوي حسن اتخطف. انا عاوزك تقلب البلد دي عليها وطيها. شبر شبر بيت بيت، مفيش بيت ما تدخلوش. الواد ده لازم يبات في حضن امه يا بدر الليله، سامع؟ امرك. مروان اللي انت بتعمله ده غلط. البلد فيها قانون وفيها عمده، وقلت لك انا هتصرف. محرم هدي نفسك، مش كده، حط نفسك مكان مروان غصب عنه برضه. الواد ده لو ما ظهرش خلال ساعة زمن، عارف أنا هعمل إيه؟ أكبر بيت في البلد دي هسويه بالأرض. لا يهمني عمدة، ولا غفر، ولا جنون. لسه واقف يا بدري. طيب يا بدري الكلب. اقول لك حاجه كويسه، ها، اتصل بالمقبره. ما ينفعش، لازم اتصرف انا بنفسي، ولا اسيب العموديه احسن. طب هتعمل ايه؟ انا هتصرف. الو، ايوه مهدي باشا، انا محرم، عايزك تبعت رجاله. انا محتاج رجاله يا سيدي. معلش، اعتبرني ان انا راجل من رجالتك. اوكي، مع السلامة. مع السلامة. مهدي يا محرم، مهدي. كان لازم اتصرف يا ريم، كان لازم اتصرف، ولا العمودية هتطير من ايدي. لكن معلش، المهم مين فينا اللي هيضحك في الاخر؟ مين؟ ربنا يستر. شفتي يا عمتي؟ شفتي البنت كانت عايزه تعمل ايه؟ البنت كانت عايزه تموتني. اهدي يا ريتال، اهدي. اهدى ده ايه؟ لا، اللي بيحصل فيا ده كتير، والمصحف كتير. لا يا نهار اسود، عبد الله ايه راح فين؟ اهدي يا حبيبتي، اهدي. اهدى ده ايه؟ البنت عارفه؟ البنت بتحسب ان انا اللي موتت ابنها؟ او انا اللي خطفت ابنها؟ لا يا ماما، انا مش اهدى ولا اهدى لي بالي الا ما اروح اجيبها. خلاص يا بنت، انا هروح اجيبها. لا، رجلي على رجلك. رجلك على رجلي، احنا ناقصين بلاوي. لا ما مش هينفع يا عمتي، عايزه ابقى معاكي. في ايه؟ مالك؟ شفتي يا زينب؟ مفيده كانت عايزه تموتني. طب اهدي بس وتعالي احكي لي ايه اللي حصل. اجي فين؟ انا عايزه ابني يا ماما. طب روحي مع اختك، بس روحي معاها. اطلعي خديها يا زينب. اهدي اهدي اهدي. هديتي؟ انبسطتي؟ اقطع دراعي. المكانة جبرية هي سبب في كل اللي بيحصل ده. كريمة، شيلي جبرية من دماغك، اعتبريها مش موجودة. أقولك اعتبريها ماتت. هو ده اللي أنا نفسي فيه، نفسي تموت وتخلصنا منها بقى. ايه؟ عايز ايه؟ ما جيتيش ليه؟ انت مش شايف الدنيا مقلوبه بره؟ البلد كلها على بعضها؟ انا هنا ولازم اشوفك حالا. ما ينفعش اخرج. بقول لك ايه؟ امشي من قدام البيت بسرعه. مش همشي من هنا لما اشوفك. يا جدع امشي يا جدع، هبقى اشوفك بعدين. اسمع الكلام دلوقتي، هنروح في داهيه كلنا. غور، وانا اخرج من نورها فاتح ديرها دي، البلد هتتقلب فوق دماغي كلها.
أظن عيب قوي لما أكون أنا ومهدي باشا مسؤولين عن البلد دي ويحصل فيها الكلام الفارغ ده. مهدي باشا وصاني، ما تقلقش لما نشوف. على فكرة مروان بيستوى بدري وبرجالته. عيب يا باشا، اعتبر الأمور كلها تحت السيطرة. ناوي على ايه يا حسن؟ الدنيا دوارة زي ما بيقولوا، واللي عمل ابوك بيعمله اخوك. وانت جايباني هنا عشان كده؟ لا والله، احنا جايباك عشان صعبان عليا. استنى، شفت بقى ان انا كان عندي حق وان طمع الدنيا كله في مروان؟ اوعى تكون فاكر ان في حد بيفرق مع مروان ولا زينب نفسها. ده زينب دي اول ما هتولد والله العظيم هيرميها في الشارع ومش بعيد يقتلها. ده واحد باع امه وباع اخته وباعك، يبقى مش هيخلص من ابنك. وخلي بالك بقى على ابن ريتال، لان ده كمان برضو مش فارق معايا. محدش كان واخد باله، حسبها صح. محدش دلوقتي يملك البلد باللي فيها وناسها. محدش يقدر يقوله انت بتعمل ايه ولا فين حقنا. محدش يقدر يوقفه ولا يرجعه خطوة واحدة لورا. بس انا ما كنتش هقوله انت بتعمل ايه، ما كنتش هسأله. بس كان هيبقى لك حق تقدر تطلبه في اي وقت، وده كمان هو مش عايزه. عارف مش انا بكره جبرية، بس بصراحة عندها حق في كل حاجة عملتها مع ابنها، لان هي اكتر واحدة عارفة ابنها وعارفة ان طمعه عامل زي الطوفان بياكل اي حاجة تقف قدامه. وانا اللي حاجه في الطوفان. حسن، في حد شافك وانت جاي هنا وقال لي عامل ايه دلوقتي؟ سوري، بس انا عرفت اللي حصل. قلبي معاك. بابا قلب البلد وجاب رجاله ومش هيسيب حد في حاله، لا بيت ولا غيط الا لما يفتشوا فيه زي ما بيقولوا. ربنا هيطمنك، انا متاكده. دي ايه اللي طلعت لنا في المقدر الجديد دي بقى؟ ايوه، كله تمام يا محرم بيه. ايه بدري، في ايه مالك؟ ما اتفقتش مع مهدي باشا على كده؟ وانت خسران ايه يا اخي؟ حقك هيجيلك لحد عندك. والرجاله مالهم؟ هيحصل لهم ايه يعني؟ انا متفق معاه، هياخدهم عنده يربيهم شويه عشان الناس تعرف ان هو مسيطر. ولو خدهم على المركز؟ مش هياخدهم على المركز، بقول لك انا متفق معاه على كل حاجه. انت ضامنه؟ طيب رقبت يا بدري. ايه في ايه؟ تعالي، عايزك بسرعه، مستعجل. مالك؟ ايه اللي حصل؟ عايز اطمنك. طمني على ايه؟ على الواد. ماله الواد؟ خلاص بخ، بره الدنيا، بره الكوكب كله. اتكلم بجد. والله العظيم. يعني محدش هيعرف له مكان خالص. برافو عليك، انت طلعت واد جدع بجد. اه ما انا عارف. طيب بقول لك ايه، اصبر بقى عليا كده كام يوم لغايه لما الدنيا اللي بره اللي مولعه دي تهدى، وانا هديك شويه فلوس يسدوا عينك ويسدوا عين الشمس كمان. ربنا يخليك ليا. بس هو الموضوع بصراحه ان انا قلبي دق زياده، قلت في عقلي بالي يا واد يا صوفة يبقى اكيد في حركه غدر جايه من حد، وسبحان الله جيت في بالي على طول، قلت اجي اشوف بقى ايه موضوع الغدر ده. انا اغدر بيك؟ نخسى عليك، انت خلاص بقيت من رجالتي. بجد والنبي؟ لا ما دام بقيت من رجالتك يبقى اعتبر رقبتي ملك ايدك. رقبتك؟ يا سلام عليك، انا بقول متوكدة بصحيح. البلد خلاص كلها بقت في ايدي يا ناديه، لو عايزاني اقلبها لك راسها على رجليها بتليفون واحد هيحصل دلوقتي حالا.
نفسي اشوفهم تحت مداسي. هيحصل. تعرف انا عاوزه ايه؟ عاوزه ارجع البلد وانا فوق كبيره قوي، محدش يقدر يوصلني. عاوزه كل واحد ظلمني احطه تحت رجلي وادهسه. عاوزه اشوفه وهو بيتلوى ويطلب مني ان ارحمه وانا اقول له لا. من عينيا. بس كيف؟ كيف انزل البلد؟ كيف؟ شوفي، وانتي معايا كل اللي عايزاه هيحصل. وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. ناديه، انا كنت عايزه استاذنك انزل مصر وارجع على طول. ليه؟ عندي مصلحه كده عايزه اعملها وهرجع على طول. عندك مين؟ انت مقطوعه، مالكيش حد. انا فعلا مقطوعه، بس ممكن انزل ولا لا؟ خلاص روحي، بس ما تعوجيش، الصبح تكوني هنا. حاضر، انت تأمري. ايوه يا شهد، كنت عايزه اقابلك. هاجي لك البلد. لا لا لا، ما تقلقيش، انا هتصرف. يلا سلام. لا انا اللي مقطوعه وانتي اللي اهلك سابوكي ورموكي، ولا حد سال فيكي غيري يا بنت الجزمه. سينا، سينا حبيبه قلبي، روح قلبي طمنيني عليكي، عملتي ايه؟ اسكت بس، خد امسك. هما دول اللي عرفت اجيبهم بس؟ هما دول بس اللي عرفت تجيبيهم؟ ايوه، مش هعمل كده تاني على فكره. هما دول بس اللي عرفت تجيبيهم يا سينا؟ انا كنت هنجفش. اسكت يا حراميه يا بنت الكلب يا واطيه يا حراميه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا ست هانم. ايه انت؟ انت سرقتيني يا بنت؟ ايوه ايوه، سرقتك يا ست هانم، سرقتك. بنت الكلب طلعت ما عندهاش دين ولا عندها اصل، وانا طلعتها من شويه. انت طلعت ليه؟ ايوه من زمان. ايه ده؟ انت اللي سرقتي الحاجات دي؟ انت اللي سرقتيها؟ لا يا بيه، والمصحف. وكمان هتحلفي هتبقي حراميه وكدابه، والله العظيم ربنا هيسقطك قرد. لا يا بيه، انت تعرف انا بس انا مش عايز اسمع صوتك، انا مش عايزك في حياتي اصلا، خلاص. صوت في حياته هتضرب منك ومن امثالك. يا بنت تعالي بره، اطلعي بره يا بنت الكلب يا حراميه. يلا يا حراميه، بتبوظي اسمي، بتسوي صورتي قدام الناس النظيفه. اطلعي بره، اطلعي، ما شفتش وشك تاني يا سينا. أنا آسف يا باشا، أنا آسف، بس كان لازم أعمل كده عشان أثبت لك إن أنا راجل وملك إشارة من صباعك. أنا مبسوط منك أوي يا صوفا. وأنا كمان يا باشا مبسوط منك والله، عشان كده عايز منك طلب صغير. إيه هو؟ نفسي أنط نطة جامدة أسيب بيها الواقع الأليم اللي أنا عايش فيه ده. بس يلا. ماشي ماشي ماشي، خلي بالك أنت بس من البيت، أنا مسافر مصر بكرة إن شاء الله. مسافر مصر يا باشا؟ القاهرة. القاهرة ولا مصر يا باشا؟ أنا بحب مصر دي قوي يا باشا، أنا من وأنا صغنن هموت وأروح مصر، أمنية حياتي أزور الأولياء الله الصالحين. إيه؟ أمنية حياتي أزور أولياء الله الصالحين، بحبهم قوي يا باشا، ونفسي أروح كده وأدعي لك دعوة حلوة، وبالمرة أنزل الوكالة أشتري طقمين حلوين. وأنت معاك فلوس؟ يا باشا، حد يبقى معاه أبوه ويتكلم في فلوس؟ ده أنت أبو الفلوس يا بابا. بابا؟ يا حرامية يا بنت الكلب يا واطية يا حرامية. ايه ده؟ انت في ايه؟ في ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا ست هانم. ايه انت؟ انت سرقتيني يا بنت؟ ايوه ايوه، سرقتك يا ست هانم، سرقتك. بنت الكلب طلعت ما عندهاش دين ولا عندها اصل، وانا طلعتها من شويه. انت طلعت ليه؟ ايوه من زمان. ايه ده؟ انت اللي سرقتي الحاجات دي؟ انت اللي سرقتيها؟ لا يا بيه، والمصحف. وكمان هتحلفي هتبقي حراميه وكدابه، والله العظيم ربنا هيسقطك قرد. لا يا بيه، انت تعرف انا بس انا مش عايز اسمع صوتك، انا مش عايزك في حياتي اصلا، خلاص. صوت في حياته هتضرب منك ومن امثالك. يا بنت تعالي اطلعي بره، يا بنت اطلعي بره يا بنت الكلب يا حراميه. يلا يا حراميه، بتبوظي اسمي، بتسوي صورتي قدام الناس النظيفه. اطلعي بره، اطلعي، ما شفتش وشك تاني يا سينا. أنا آسف يا باشا، أنا آسف، بس كان لازم أعمل كده عشان أثبت لك إن أنا راجل وملك إشارة من صباعك. أنا مبسوط منك أوي يا صوفا. وأنا كمان يا باشا مبسوط منك والله، عشان كده عايز منك طلب صغير.
ايه هو؟ نفسي نط نطه جامده اسيب بيها الواقع الاليم اللي انا عايش فيه ده. بس يلا. ماشي ماشي ماشي. خلي بالك انت بس من البيت، انا مسافر مصر بكره ان شاء الله. مسافر مصر يا باشا؟ القاهره. القاهره ولا مصر يا باشا؟ القاهره. انا بحب مصر دي قوي يا باشا، انا من وانا صغنن هموت واروح مصر، امنيت حياتي ازور الاولياء الله الصالحين. ايه؟ امنيت حياتي ازور اولياء الله الصالحين، بحبهم قوي يا باشا، ونفسي اروح كده وادعي لك دعوه حلوه، وبالمره انزل الوكاله اشتري طقمين حلوين. وانت معاك فلوس يا باشا؟ حد يبقى معاه ابوه ويتكلم في فلوس؟ ده انت ابو الفلوس يا بابا. بابا قلبي هيقف. وحاجه مهمه قوي يعني اللي تخليكي تيجي دلوقتي وما تستنيش لبكره الصبح؟ ما انا لازم ابقى الصبح تحت ايد الهانم وقدام عينيها تتحكم فيا زي ما هي عايزه. مش انت اللي مشيتي وراها؟ مش انت اللي جريتي عشان تخلصي مصالحها؟ اشربي بقى. كنت فاكره ان انا وهي هنبقى واحد، بس هي اخذت وش القفص وسابتني اخبط دماغي في الحيط. طيب وعايزه مني ايه؟ نتفق. نتفق على ايه؟ اوعي تكوني فاكره ان انا ممكن اتفق معاكي انت على بنت خالي. تبقي مجنونه. اولا ناديه اتظلمت كتير قوي ودخلت السجن وربنا نجاها في اخر لحظه من حكم الاعدام. طب خلي بالك بقى عشان هي حكمت عليكم كلكم بالاعدام. كلنا مين؟ انتي وامك واخواتك. وهي تقدر تعمل حاجه؟ تقدر تعمل كتير. باللي متجوزه تقدر تعمل. تقدر تقلب البلد كلها عليكم. انتي نسيتي لما جابتك تبقى استفك زي الخدمات عندها؟ بصي انا بس عايزه حته لقمه صغيره ابتدي بيها حياتي. ما تخلينيش احتاج لحد. وانتي بسم الله ما شاء الله بقى عندك ملايين. اخد انا بقى حته. طب وانا هستفيد ايه؟ هتستفيدي كتير. هتاخدي ميراث ناديه في عبك، يعني يبقى بدل عندك الخير خيرين. اخد انا بقى خير من الخيرين دول. طب قولي لي هنعمل ايه؟ بسيطه. مهدي موت وسمه ان يمد ايده لحد ويخونه. تمنها غالي قوي عنده. تمنها رقبه اللي حبه وسلم له دقنه. وهي المؤاخذه كده كده في سجل الحكومه، الله يرحمها ويحسن اليها. ولا ايه؟ ما قلت ليش يا ريتال ناوية تعملي إيه بعد ما الندل ده طلقك؟ مش هسيبه. حسن في حاجة متغيرة يا كريم. زي إيه؟ مش عارفة أقولك إيه. ده كأني كان جواه شيطان وخرج. مش ده حسن اللي كنت أقوله كلمتين يتأثر بيهم ويجي بسرعة. حسن حاطط حاجة في دماغه إحنا مش عارفينها. ولا هيقدر يعمل أي حاجة. عارفة ليه؟ عشان مروان مستحيل يرجع في كلامه وفي رأيه. لو رجع هيقول للناس أنا حرامي وسرقت أخويا، عشان كده ما يقدرش يعمل أي حاجة. طب أنا عايز أبني من عند جبرية يا كريم، مش عايز أسيبه مع مفيدة وشمس. ما تقلقيش أنا هجيبهولك. وانت فاكرة أن جبرية هتسيبه؟ انت عبيطة يا بنت. دي هتسيبه بمنتهى السهولة. عارفة ليه؟ عشان تقولك بصي مش اتجوزتي حسن وجبتي منه الواد؟ اه رماكي رمية الكلاب اهو. وعشان كمان تقطع رجليك من البيت ما تعمليش حجتك الواد ولا حسن. عرفتي بقى هتسيبهولنا بسرعة ليه؟ أعمل إيه يا كريمة؟ أنا هتجنن. بعد كل ده أطلع كده عادي؟ من غير أي حاجة؟ معلش. هانت يا حبيبتي. هانت. ست جبريه اتفضلي. معلش تلاتك يا اختي. انت فعلا قضيتيني خير. هاكل عيش التيم مني. انا عرفت باللي حصل، ان شاء الله يرجع بالسلامه. لو كان الواد لسه في البلد كان بان. ده حسن ما خلاش بيت ما دورش فيه. لا، اللي خطفه عرف ان احنا لا هنسكت ولا نهدى الا ما نلاقيه وطلع بيه من البلد. طب اتفضلي ادخلي ادخلي بس. انا مش عارفه اقول لك ايه. بس تصدقي والله الناس ظلماكي. الناس متخيله ان انتي فرحانه ان ابن مفيده اتخطف. لا قصدك قصدك ولد حسن. عندنا شيلت السما باسامي الحريم غير بس بنات كريمه. اوكي. بقول لك يا ست حزم منك خدمه. باموري تقولي للباشا محرم اخوكي، يعني هو معرفه كتير وناسه كتير
يدوروا معانا على ولد حسن. حسن حيموت على ولده، لو ما لقاهوش حيولع في البلد كلها وفي كل الناس، واول ناس حيولع فيهم اهل البيت الكبير. يرضيك يا ست؟ اكيد لا، اطمني اعتبري ده حصل. محرم بيه ده تحس ان هو من الاكابر بتوع زمان، باشا يعني. كلامك صح، انما ما قلتليش يا البت مراتك فعلا طلعت حراميه؟ مراتي مين؟ انا مش متجوز اصلا. مش متجوز؟ امال سينا دي تبقى مين؟ مش مراتك برضو؟ ما تجيب من الاخر وتقول عايز ايه. لا انا ما بحبش الاسلوب ده، انا عايزك تاخد وتدي معايا كده في الكلام. بص انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه، البلد عندنا هنا اوضه وصاله، اي حاجه تحصل فيها تاني يوم تبقى سيره كل الناس. وبعدين ما قلت لك ما بحبش الاسلوب ده، خد ودي معايا كده في الكلام زي ما بقول لك. باشا ما تشد الحبل وتجيب اخره. يا سلام، هو انا هيجيني اعز منك عشان اشد الحبل واجيب اخره؟ شوف يا برنس، انا بحب ابقى فاهم كل حاجه، انا ما بحبش ابقى طرطور. مش مهم ابقى نمره واحد، المهم ابقى فاهم. طب وانت عايز تفهم مني ايه وانا فاهمهولك؟ دماغك، دماغك فيها ايه؟ اسمع مني، اسمع مني وانا اساعدك. ده انا محروس، انت ما تسمعش عني ولا ايه؟ لا اسمع عنك كويس قوي، عارف عنك كل حاجه يا محروس. حسن صعبان عليا قوي فعلا يا اخي، الواحد لما ابنه بيروح منه بيبقى هيتجنن. ربنا يكون في عونه. عمال افكر مين في البلد ممكن يبقى له مصلحه في حاجه زي كده؟ مين له مصلحه ان الواد ده يختفي او يروح؟ انت سيدي اللي عارفين، عيله عبد الحكيم كلها مشاكل وحوارات. وبعدين انا سمعت شويه مطوره نسوان كده بيقولوا ان فوزيه مراتك حامل في الرابع. انت عارف كل ما عدد العيال خف كل ده ما بقى في الصالح العام. ايه؟ ايه؟ الله العظيم تلاته. يجيني نوم إلا لما يرجع. استغفر الله العظيم. طب بقول لك يا حبيبي، روح شوف مرتك، اقعد جارها، وسيها، طمنها. قوم يا حبيبي. ايه ما سمعنيش؟ مش عايز اشوف حد. عارفه والله، بس معلش، هي ام الواد قلبها مجهور عليه، ده انا غالي حبيبي. قوم 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 طمنها بكلمتين. ما قلتش عارف انت بتحبيها ولا بتكرهيها يا أم. بكرهش حد انا يا حسن، الا اللي يكرهني او يكره عيالي. هروح اجيب لك لقمه تاكلها. ولا يغمض لي جفن الا لما رجع. عبد الحكيم ملوش دعوه باللي بيحصل بينكم، تموتوا بعض، تاكلوا بعض، الواد ملوش صالح. ما تخافيش. لا خايفه، من ساعه ما شفتك وعرفتك وانا خايفه يا حسن. انت ما تطمنش اي حد يعيش معك. ايه اللي مقعدك هنا؟ انزل دور عليه، شوفه فين، هد الدنيا، اقلب عليها واطيها، ما تقعدش كده، ولا عشان والدي مفيده. مش ساكت يا مفيده، وعبد الحكيم ده ولدي، حته مني، وانت مش حاسه بالوجع اللي في قلبي؟ وانا النار اللي في قلبي ما حدش حاسس بيها. يا عبد الحكيم يا ولدي يا ولدي، انت فين يا عبد الحكيم؟ شوف انا
انا لو طول اشيل بيوت البلد كلها طوبه طوبه عشان اعرف الواد ده راح فين هعمل كده. طب مع السلامه انت. شفت اللي حصل يا مروان؟ خير، ايه تاني؟ حسن اخوك طلق ريتال. كنت فين لما الواد اتخطف؟ ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش، انا بسأل بس. لا ما بتسألش، عينك بتتهمني. لو ده اللي في دماغك يبقى انت كننت يا مروان. انا بسأل كنت فين؟ كنت فين؟ مش فاكره يا اخويا، وانا عقلي دفتر. وبعدين هو انا بخرج من البيت؟ انا لو خرجت يا حبيبي بروح المدافن، يا اما ازور ابوك يا اما ازور عمك. ده انا غلبانه، انا كريمه ام زينب مراتك، وهبقى جدة ابنك. انا كريمه اللي لا بتهش ولا بتنش، قاعده في البيت هنا ما بفتحش بقي ولا بقول تلت التلاته كام. ما تزعليش، حقك عليا. لا يا مروان، قبل ما تتهمني اتهام زي ده كان لازم تفكر 100 مرة. وعلى قد حبي ليك على قد زعلي منك. انت كنت بتتكلمي ان حسن طلق ريتال وخد الواد الصغير معاه، وريتال هتموت روحها من العياط. انا خايفة عليها قوي. ريتال؟ ايوه يا مروان. وعايز حسن يرجعها. انا لو قلت لحسن كده هيصمم. انسي اللي بيني وبين حسن دلوقتي سد كبير عمره ما هيتكسر. معقوله؟ بعد كل اللي انت عامله عشانه ده انت ناطر رجالتك في البلد كلها بيدوروا في بيت بيت وخن خن. لا لا مش معقول، ده انت عامل كل ده عشان خاطره. لا خاطره ولا خاطرك، ما عادش في خواطر لحد من العيله دي تاني. استر يا رب. نورتنا. ده نورك يا هانم. ان شاء الله يكون البيت عجبك. الحقيقه ذوقه حلو قوي. دقيقه واحده ومهدي هيكون معاك، هو بس معاه تليفون. كفايه ان انا اتشرفت بسعادتك. ان شاء الله تكون الامور هاديه. انا عارفه ان مسؤولياتك كبيره، والبلاد اللي زي دي مشاكلها كتير بالذات في الصعيد. واضح من سعادتك كده يعني من لكنتك ان سعادتك برضو من الصعيد. ايوه انا اتولدت في الصعيد بس عشت عمري كله بره. زي انا قعدت في المانيا سنين طويله قوي. انت بقى كنت فين تقريبا؟ بس انا سمعت ان حضرتك عندك مشاكل كبيره جوي في البلد. الكلام ده صح؟ صح. هي مشكلة الواد اللي اتخطفه ده تالي مهدي بيكلمك عنه مش كده؟ ايوه كلمني عنه وعارفاه. مش اللي اتخطف ده يبقى ولد اخو مروان؟ مظبوط. وعرفوا مين اللي خطفه؟ للاسف لا، يعني احنا فتشنا البلد بيت بيت وشارع شارع. الظاهر اللي خطفه طلعه بره البلد وبسرعه. ليه؟ مش قادر افهم. اسف على التاخير يا محرم. ما فيش حاجه. عموما انت كده كده مش هتمشي غير لما تتغدى معايا. طبعا ده اكيد. خليكي قاعده، احنا مش هنقول حاجه سر. ما تستغربش قوي كده، انا ما بخبيش عنها حاجه ابدا. انا عايز الشحنه اللي جايه لوحدي، مش عايز اي شريك. من انا يا بحر، بس الكلام هيبقى واضح عشان ما نختلفش بعد كده. الدفع كاش. ماشي كاش. انت كده بتفاجئني. عموما انا مش هسألك انت جبت الفلوس منين. الغدا جاهز يا مهدي بيه. تمام، اتفضل يا محمد. شكرا. يلا يا ليلى. يلا اتفضل يا حبيبي. اتفضل. اتفضل يا بهار. بس انا الحقيقه مبسوط منك قوي باللي انت عملته، خلاك ملكه البلد بيد من حديد. اتفضل. هو انت كنت شاكك في كده؟ يعني
بس الحقيقة أصله مروان كان عالي عليك حبتين. مروان بيهب وينزل على الفاضي. حسب ما سمعت من مهدي يعني. اتفضل. مروان ده أصله دايما يجيب ورا لما يحس إنه هيخسر يعني. ها؟ شكرا. ممكن شوية سلطة لو سمحت. طبعا. ان شاء الله الاكل يعجب. ان شاء الله. قطعي له فراخ بقى. استنى عليا، استنى عليا. شكرا. ريتال، ما بتسأليش عليا؟ قلت أسأل أنا. ادخلي ادخلي. أنا كنت هكلمك. قاعدة أنت هنا عمالة تخططي وترسمي وتنفذي ولا همك اللي بيحصل؟ مش فاهمة يعني عايزاني أعمل إيه؟ عرفتي إن ابن المفيد اتخطف؟ إيه؟ زعلانة عليه؟ زعلانة عليه؟ ما في 60 داهية. يا ريت يا شيخة كانت أمه معاكم نخلصنا. طب ما انت زي ما انت اهو، ما حصلكيش اي حاجه يعني. بقول لك ايه، انا عايزه اقعد معاكي هنا. تنوري. بس خلي بالك بقى ان مروان ناوي يرميني بره البيت حسب ما قال يعني. وانت هتسيبيه؟ لا طبعا، ده بيتي ومش هخرج منه. نفسي اعرف عملتي كل الحكايه دي ازاي. انت فاكراني عبيطه زيك؟ انا كل حاجه بعملها بالورقه والقلم، بالقانون. وزي ما هو خد كل حاجه مننا بالقانون، أنا هاخد مني عينه بالقانون. أنت كده هتخليني أجيب الكتب وأقعد أذاكر من الأول وجديد. أصل أنا أحب أخد حقي من غير ما أخسر. طب ما تشوفي لي حل كده تخلي حسن يلف حوالين نفسه وتخليه مش عارف راسه من رجليه. كان من الأول. أنت ضيعتي نفسك. عندك حق. كنت فاكرة نفسي أذكى إخواتي. طلعت هبلة. بقول لك إيه؟ قومي شوفي لي أي حاجة كلها على أحسن. جعانة قوي. عايزه تاكلي ايه قوليلي؟ يعني هترفع سماعه التليفون وتطلبي لنا اللي احنا عايزينه؟ اي حاجه في التلاجة يا شهد. مين؟ وانا مش عرفني انا. ازيك يا شهد؟ ريتال، ازيك يا ريتال؟ ازاي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله. احنا لسه كنا بنتكلم على جدع، تتجدى معانا؟ لا انا ماليش نفس، بس يا ريت فنجان قهوه من ايديك. من عيني. كان لازم تتصل بيا قبل ما تيجي. اعمل ايه؟ وحشتيني، قلت بشوفك. احنا هنلخبط بقى ولا ايه؟ معلش. انت عارفه لو انت مخك دهلان شويه انا مستعد اجيب الدنيا دي كلها تحت رجليكي. وانا ما احبش الدنيا اللي تيجي تحت رجليا. اصل بصراحه كده ما احبش الدنيا الرخيصه. احب انا كده؟ احب الحريم اللي مخها عالي قوي قوي، احبه. انا مش حريم واختار الفاظك. معلش بس انا مبسوط شويه. ليه خير؟ انا جاي اتم الموضوع اللي بيني وبينك، اللي ليكي تاخديه واللي ليا اخده. طب هنعمل ايه في مروان؟ يشرب من البحر. دي خايفه من ايه؟ كل شيء مترتب ومظبوط. مين دي؟ دي نادية بنت خالي الله يرحمها. الله يرحمها؟ هي ماتت؟ ماتت. بس دي لسه صغيرة. ما هو الموت كده، ما بياخدش غير الحلو اللي فينا. انا عملت لسعادتك القهوة، بس انا يعني نسيت اسالك تشربها ايه. بس يعني خمنت وعملتها مظبوطه ولا ايه؟ وانا بشربها مظبوط. اتفضل. بس دي سكر زياده، زياده قوي، زياده قوي يا شاه. بس هشربها. ايه
بطلت انت تروح عند الماما عم صوف؟ ايه ما وحشكش ولا ايه؟ وانت مالك عايز ايه؟ مش القصد يعني، رجلك كانت رايحه جايه على المقام ما كنتش بتوني، دلوقتي سبحان الله ما عدتش بتعتبه اصلا. انت شفت حاجه ضايقتك هناك ولا ايه؟ انا مش فاهم تقصد ايه والله. لا بقول لك ايه، هتبدأ معايا استهبال ولا ايه؟ انا برضو اللي بستهبل. حاجه غريبه. السلام عليكم. هات شاي يا عم. انت عارف ان انا لو رحت لمروان ولا حسن وقلت لهم ان انا شفتك عند المقام ليلتها، وان انا بشك يعني مجرد شك انك ليك علاقه بخطف الواد، انت عارف هيحصل فيك ايه؟ وادي اللي انا خطفته. انت مجنون يا عم انت. لا انا جداني لسه ما شفتوش، بس لو عايزني اوريه لك يا باشا من العين دي قبل العين دي. سلام. استنى اقعد اقعد. اوعى تفتكر ان انا بقول لك اقعد عشان خايف منك ولا حاجه، ولا اصلا ليه علاقه بالموضوع اللي انت بتقول فيه ده. الحكايه وما فيها اني شايف ان البلد ولع اليومين دول، ومش ناقصه كلمتين منك فتولع اكتر. عين العقل يا اخويا والله عين العقل. وفي حاجه كمان، وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي، انا ماليش دعوه بموضوع الواد ده خالص. صادق ومن غير ما تحلف. باين عليك واد جدع. لا من ناحيه الجدعانه بقى عم صوفه، فانا ندل ونادل جدا كمان. واسال عليا اهل البلد، ده مش سر على فكره. بص يا صوفه اقول لك كلمتين بس. الجدعانه دي يا حبيبي حاجه بايخه قوي. خليك تفكر في ناس وحاجات وتعمل لك صداع ملوش اي ثلاثه لازمه. انما بقى الندالة، سلام على الندالة، دماغك فاضية ورايقة، برنس يولعوا كلهم، ملك زمانك. طلباتك. نتفق. على ايه؟ حلو قوي الكلام ده، سيبني بقى اللعبة في دماغي كده وهبقى اكلمك. سلام يا عسل. الو، ايوه يا ست كريمة، انا لازم اقابلك دلوقتي حالا، ضروري ضروري. انا مش قادر افهم ايه اللي لم مهدي على نادير ويتجوزها ويقعد عنده في البيت. ايه اللي في دماغه؟ ايه مالك ما بترضيش عليها ليه؟ كان عامل فيها روميو ليه؟ يا سلام، هو ده اللي همك؟ ايوه طبعا هو ده اللي هممني. مش قادر افهم بجد، لما هو في دماغه نادية بيلف ويدور عليا ليه؟ بقولك ايه؟ مروان لازم يعرف، لازم يعرف ان نادية عايشة واتجوزت مهدي، ساعتها هيقلب الدنيا على مهدي. ما تنساش ان الزفتة دي هي اللي قتلت ابوه. احنا قلقانين من ايه؟ مهدي معانا، والنادية دي ورقة كسبانة في ايدنا. كسبانة ازاي بقى ان شاء الله؟ اكيد بتدبر حاجة لمروان، ما هي يمكن تنسى ابدا اللي عملوا فيها. هي شهدة أخبارها إيه؟ مش هتقدر تعمل حاجة. مش ده اللي أنا أقصده خالص. اللي أنا أقصده لما قعدت معاها أنت حسيت إيه؟ مش فارقة معاها. أنا لازم أقعد مع شهد، لازم أعرف بتفكر إزاي من ناحية نادية. كل اللي بتفكر فيه تاخد فلوس فريدة وورث نادية. لا، البت دي في دماغها حاجة تانية، وأنا لازم أعرفها وهعرفها. اسمع اللي بقول لك عليه. محرم مش سهل يا امه. ولا احنا كمان سهلين، خبر ايه؟ انت مستجل بروحك ليه؟ ده كل اللي شاغل بالي دلوقتي هو ولدي وبس. معلوم. ما هو اللي خد الواد عاوزك ما تنامش الليل، تلف حوالين روحك عشان تنسى ان عندك طريق لازم تجيب اخره. كلام الناس بيقول مروان. لا، مش مروان. اخوك ما يعملش كده. ده ولدي وانا عارفاه وعارف يعمل ايه وما يعملش ايه. بس كريمه خفي اسمها من الدنيا كلها. رمت زينب في سكته. عشقها وقلبه مال. لكن اخوك مش طماع ولا عاوز ياكل حقك. يعني مروان باللي عمله ده ما كانش عايز ياكل حقنا؟ لا يا حبيبي، لا. مروان لا. كريمه تاكل حقنا. ولسه كمان اما زينب تولد ولو جابت واد، يوه اخوك ده ما هيقولش غير حاضر وامين. يبقى لازم نرجع البيت، مش لازم نسيبها. لا
لو أنا شايفة أن رجوعنا البيت كان صلح حاجة كنت قلت لك نرجع. إحنا لازم نبعده وإنت تكبر أكتر من مروان كمان. ساعتها كريمة هتجيلك رمح، مروان هيشوفها على حقيقتها ويشوف وشها العفش، وهو اللي هيرميها برا البيت. ما قدراش يا ناس! الحق بسيطة يا حسن! الحق يا حسن! ما قدراش! اشتغل عليها! جبت سجايدة نار! عقلي اشد مني! الحق! انت قاعد بتعمل ايه؟ ساكت ليه؟ قلبك عليه مروح ليه؟ الواد معاك يا حسن؟ ايوه معاك، مش كده؟ اتخذته عشان تبعده عني؟ عايز نسيب البيت وامشي صح؟ طيب طلقني، اقول لك طلقني وانا اشتغل خدامه تحت رجلي. مش هقول له ان انا امه، والله ما هقول له، هقول له ان انا خدامته، ولما يكبر ابقى اقول له اللي انت عاوزه، ان شاء الله حتى تموتني. سايق عليك اني اريع قلبي يا حسن. بعد عني، بعد عني. ولدي يا شمس حبيبة قلبي، وحشتيني. بصي بقى، أنا قلبت البلد لحد ما لقيتها. بصي، عباية هتاكل من جسمك حتة، حكيمنتي عليك يعود ما حصلش. تسلم. اقعد يا محروس، عاوز أتكلم معاك. أيوة بقى، خلينا نقعد نكتحك ونتهزر ونتكلم زي زمان، وناخد وندي مع بعض كده. بعدين، خلي الهزار ده لبعدين. أنا عاوزة أتكلم معاك جد. عاوزك تشتغل بدل ما أنت قاعد عواطلك ده. أنا مستني لما تقوليلي، ما أنا خلاص اشتغلت. اشتغلت؟ أمال إيه؟ اشتغلت متى وعند مين؟ عند العمدة، راجل محترم وعرف قيمتي. أول ما شافني قال لي بص يا محروس، أنا عايزك تبقى مسؤول على كل الأراضي بتاعتي. لا، وخلاني كمان دراعه اليمين. والله أمال أنت فاكرة إيه؟ أنت فاكرة إن جوزك ده حاجة قليلة؟ طب أنا عايزك تسيبه، عايزك تبقى حر نفسك. إزاي بقى؟ بص يا محروس، أقعد فكر كده وخد ودي مع نفسك وقول لي أنت بتعرف تعمل إيه وتقدر تتاجر في ايه، وتعالى قول لي يا فوزية انا عايز فلوس قد كده وانا هديهم لك. يا واد يا واد على القلب الجامد، وده من امتى بقى ان شاء الله؟ انت معاكي حاجه؟ ايوه يا اخويا معايا، ومعايا كتير كمان. والله؟ ايوه صحيح والله. وبأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ اذا كان عبد الحكيم كتب كل حاجه لمروان، مالكش صالح انت. كل اللي عليك تيجي تقول لي يا فوزية انا عايز قد كده وانا هديهم لك. صحيح. ايوه النبي صحيح. طب الواد عامل ايه؟ ومين قال لك انه مش يمكن تكون بنت؟ يا ريت، هو انا طول يبقى معايا بنت، بنت البتات وست الستات. يا سلام لما يجي لي بنت حلوه كده زي امها. يا سلام يا فوز، شوفي بقى لما مخك كده بينور والحياه بتبقى هاديه، الدنيا بتبقى زي الفل ازاي. طب بس فكر الاول وقول لي انت محتاج كام. فكرت خلاص، انا محتاج 2 مليون جنيه. كم يا روح امك؟ 2 مليون جنيه بالنسبة لمروان ولا حاجة، يطلعهم من جيب السيالة بتاعت الجلابية. أنا هشتري جناين من على السكر واتفق مع التجار يجوا ياخدوا مني البضاعة آخر الموسم. مكسب مضمون ومية مية. خلاص يا محروس، وأنا مش هرد لك كلمة. خلاص إيه؟ هدي لك 2 مليون جنيه. هتديني 2 مليون جنيه؟ تعالي نتكلم بقى ونهزر ونضحك مع بعضينا. يخرب بيتك اللي جابك هنا. انت ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ جاي تقابل مين؟ مين يا صوفة اللي جواك علي كده وخليتك تبيعني البيعة دي؟ مش وقت الكلام ده حبيبتي، يلا من هنا دلوقتي. لا مش همشي، مش همشي قبل ما اعرف مين اللي خلتك تبيع اللي كانت شايلاك فوق راسها شيل، واللي كانت مسكرة خشمها كده وما بتتكلمش لما كنت بتاخد فلوسي وعرقي. انا يا صوفة؟ انا؟ تعمل فيا كده؟ ترمين الرمية دي؟
وانت عارف ان انا ملياش حد؟ اروح فين انا ولا اكل منين؟ انا هصلح غلطتي وهحكي لك على كل حاجه براحتنا، بس لما اروح مش دلوقتي، لازم امشي من هنا حالا حالا. سيب يدي. الله تعالى. مين دي؟ يدي. بقول لك مين دي؟ وايه اللي جابها هنا؟ الله يخرب بيتك، بوظت الدنيا. ايوه ايوه ايوه، بس انا عرفتك، انت ست كريم مش كده؟ حمات مروان. بس انا كده فهمت كل حاجه. يبقى انت اللي خطفت الواد، وامك يوم ما طلعت برا البلد كانت رايحه تبيعه، صح؟ بس اخرصي، انا مش عايزه اسمع حسك خالص، فاهمه ولا لا؟ لا ده انا هعلي حسي كمان وكمان، واخلي البلد كلها تسمع كل حاجه. ها وانت يا روح الروح، شوف بقى البلد هتعمل فيك ايه لما تعرف حكايتي. اخرصي، اكتمي خالص، اكتمي اكتمي. مش هكتم، مش هكتم، وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكم. ها بقول لك ايه، اهدي اهدي كده بشويش. مش ههدي، مش ههدي غير لما اخد حقي ودلوقتي. وحقك ده يبقى ايه يا حلوه؟ هو عارف. ما خلصنا بقى. ما خلصناش، والا وحياه الواد اللي ما حدش عارف هو حي ولا ميت، هطلع من هنا واقول للناس كلهم على كل حاجه، ماشي؟ وهروح لمروان واقول له، ومش بس مروان، لا، مروان ده ايه؟ ده انا هطلع على حسن بذات نفسه، وهقول له انك انت اللي خطفت الواد، وشوف بقى هيعمل فيك ايه لما يعرف. مش انا بقول لك الكلام اخذ وعطى؟ ولا اخذ ولا عطى، ها؟ ايه قولك بقى؟ ايه رايك يا صوفة؟ اللي تشوفيه يا ست الكل. بس يا حبيبتي، انا قلت لك الكلام اخذ وعطى، دلوقتي انا بقول لك لا في كلام ولا في عطا. في كده، في كده هو، في كده هو. هي دي؟ بقول لك مين دي؟ وايه اللي جابها هنا؟ الله يخرب بيتك، بوظت الدنيا. ايوه ايوه ايوه، بس انا عرفتك، انت ست كريم مش كده؟ حمات مروان. بس انا كده فهمت كل حاجه. يبقى انت اللي خطفت الواد، وامك يوم ما طلعت برا البلد كانت رايحه تبيعه، صح؟ بس اخرصي، انا مش عايزه اسمع حسك خالص، فاهمه ولا لا؟ لا ده انا هعلي حسي كمان وكمان، واخلي البلد كلها تسمع كل حاجه. ها وانت يا روح الروح، شوف بقى البلد هتعمل فيك ايه لما تعرف حكايتي. اخرصي، اكتمي خالص، اكتمي اكتمي. مش هكتم، مش هكتم، وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكم. ها بقول لك ايه، اهدي اهدي كده بشويش. مش ههدي، مش ههدي غير لما اخد حقي ودلوقتي. وحقك ده يبقى ايه يا حلوه؟ هو عارف. ما خلصنا بقى. ما خلصناش، والا وحياه الواد اللي ما حدش عارف هو حي ولا ميت، هطلع من هنا واقول للناس كلهم على كل حاجه، ماشي؟ وهروح لمروان واقول له، ومش بس مروان، لا، مروان ده ايه؟ ده انا هطلع على حسن بذات نفسه، وهقول له انك انت اللي خطفت الواد، وشوف بقى هيعمل فيك ايه لما يعرف. مش انا بقول لك الكلام اخذ وعطى؟ ولا اخذ ولا عطى، ها؟ ايه قولك بقى؟ ايه رايك يا صوفة؟ اللي تشوفيه يا ست الكل. بس يا حبيبتي، انا قلت لك الكلام اخذ وعطى، دلوقتي انا بقول لك لا في كلام ولا في عطا. في كده، في كده هو، في كده هو. الفاتحة على روح المرحومة. والله كانت بنت حلال. إلا بقى العزا والدفنة إمتى عشان نقوم بالواجب؟ ودي بقى أهلها هيستلموها ولا هنخلص كده سكتك وتمي؟ ده حكايتك يا ابني. أنت بتراقبني ماشي ورايا، ما
وتنط ورايا زي العفريت. لا ما هو انا بالصلاه على النبي كده عرفت كلمه السر اللي هي كريمه. امشي ورا كريمه تجد ما يسرك ويضمن مستقبلك. خلصانه. ايدك معايا بقى بسرعه يا عم انت عشان ايه نخلص كده على السريع على السريع. وانت يا ست كريمه اتفضلي بقى ايه روحي على بيتكم، وكفايه بقى جرايم النهارده لحد كده. او اقول لك روحي اقعدي عند شهد عشان لو حد سالك تقولي له كنت عند شهد. يلا اتحركي وانت انجز. وانت هتفضل متنح كده كتير، ما يلا تشوف هنعمل ايه. حاضر، بس هو يعني احنا هنشيلها لوحدنا؟ لوحدنا مين يا خفيف، كل واحد شيل شيلته. شيل شيلته؟ لا يا عم اتكلم معايا بطريقه احسن شويه عشان احنا لسه هنتقابل كتير قوي. ماشي، وعامه يوم ليك ويوم عليك، وانا يا باشا لو فتحت مخك معايا هبسطك. تبسطني؟ ماشي لينا كلام تاني. المهم دلوقتي هنخبي البلوه دي ازاي؟ شيل معايا انجز. بتخنقي روح، ومش أول مرة تعمليها. أنت مش كريمة، لا أنت مش كريمة، أنت مش كريمة، ومش عايزة أعرفك. أنت مش كريمة. ماما انت كنت فين؟ وانت مالك؟ انا بس قلقت عليكي عايزه اطمن. لا يا اختي ما تقلقيش. يعني انت كويسه الحمد لله؟ اه انا كويسه. عايزه حاجه بقى؟ كنت فين بقى؟ يا اختي كنت مطرح ما كنت. كنت في 60 داهيه. هتحاسبيني ولا هتفتحي لي واحده؟ تعالي تعالي يا ست زينب، خشي خشي افتحي لي بمحضر يلا واكتبي في اللي انت عايزاه. ولا محضر ولا حاجه، بس على الاقل كان لازم تقولي لي علشان لما حد يسالني اعرف اجاوب واقول له انت كنت فين. حد؟ حد زي مين؟ مين اللي سالك؟ مين؟ ما حدش سالني، بس احتياطي يعني. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ على فكره انا اللي امك مش انت اللي امي، فهمتي؟ انا خايفه عليكي يا امي، اصل في حاجات غريبه قوي بتحصل اليومين دول في البلد، وما بقتش امان، محدش عارف مين اللي بيعملها. كلامك ريحته وحشه، ريحته وحشه قوي. ماما انت متاكده ان انت مالكيش دعوه باللي بيحصل ده خالص؟ الألم ده عشان يخليكي تفكري ألف مرة قبل ما تسأليني. تسألي أمك السؤال ده البايخ الحقير زيك تفكري مليون مرة. أنا أنضف واحدة في البيت ده، أنا أنضف واحدة في البيت ده، أنا أنضف واحدة في البيت. أنا أنضف من جبرية. أيوة أنا أنضف من جبرية، وما بعملش اللي هي بتعمله. خلاص خلاص يا ماما. ما خلاص ما خلاص. أنت نسيتي نفسك ونسيتينا. أفكرك جبرية دي اللي سقت أبوكي من على السلم موتته، وجوزها موت أخويا عبد السلام. أنت نسيتيني ونسيت اخواتك، ومش قادرة تفتكري حاجة، ومش قادرة اشوف القرف اللي احنا شفناه ولسه بنشوفه.
انت خلاص خدت البيت بتاعك وقعدت فوق الجبل تهز رجليك يا ست الستات نسيتينا صح؟ انا ما نسيتش، انا بحاول اسامح وعيش. ما بقاش له لازمه يا ماما، خلاص كل واحد حسابه عند اللي خلقه. الحاله الوحيده بس اللي تخليني اقف قصاد جبريه هي ان اخد حقي بالقانون، وطالما ده مش متاح يبقى انا مش هضيع وقتي وعمري واقعد اهري وافكر في الانتقام وبس. قانون ايه يا ام قانون؟ قانون ايه يا ام قانون؟ انه قانون ده اللي بتتكلمي عليه؟ ها؟ انه قانون؟ ماما انا حامل، ولا انت مش واخده بالك من الموضوع ده؟ وايه يعني؟ هو انت اول ست في الدنيا تحمل؟ طب انا كنت حامل فيك في ريتال وفي شعر، واختك ريتال معاها وخلفت وجابت واد زي القمر. انا ماليش دعوه بيها، انا مش زي حد ومش هقبل ان انا ابني يجي ويعيش في الهم والغم ده. انا عايزه ابني يجي يعيش يلاقي بيت ويلاقي عيله، ده اللي انتوا مش قادرين تفهموه. العيلة اللي انت بتتكلمي عليها دي لما تاكل حق أهلها وتأذي أهلها ما تبقاش عيلة، تغور العيلة اللي فيها، فهمتي؟ يبقى أنا كان عندي حق. انت بتعملي حاجة أنا معرفهاش. بعمل ايه؟ ومفيش حد تاني يعرفها. أنا بعمل ايه؟ أرجوكي اوعي تهزي الصورة دي. هو انت عايزه ايه يا زينب؟ عايزاني انسى اللي فات؟ انسى ابوكي؟ انسى خالك؟ انسى ناديه؟ كل ده ليه؟ عشان حته الصرصار ده اللي في بطنك؟ البيت ده مش هيتهد يا ماما، ولو حكمت انا اللي هقف لك. انا اللي هقف لك، وهقف لجبريه، وهقف لاي حد يفكر ان هو يهد البيت ده. البيت ده بيت جدي وهيفضل موجود، واحفاده هيكبروا وهيعيشوا وهيتبسطوا فيه. ايه ده؟ ما تيجي تديني قلمين احسن، ما تديني قلمين احسن، ولا اقول لك تخيني عيار واستريحي. كل ده عشان ايه؟ عشان انت حسيتي ان انت عليتي واحنا ضحت. أنا بفكرك، أنا مش هسيب حقي ولا حق عبد الله ولا حق المرمطة اللي أنا شفتها، مش هنسى. خلاص يا ماما، اعملي اللي أنت عايزاه، اعملي اللي نفسك فيه. هتتأخر؟ هكون عندك آخر اليوم بالليل يعني. كلمني. ها؟ قولي يا نادية، مبسوطة معايا؟ مبسوطة؟ أقول لك، أنا حاسة إني عمري ما اتجوزت قبلك ده. اشمعنى بقى؟ لما ترجع. لا، أنا ممكن أسيب الدنيا كلها عشان أسمع الكلمتين الحلوين دول. هو ده اللي محببني فيك، إنك محسسني إني مهمة وبتضحك في وشي وما حساش معاك بخوف، والأهم من كل ده. أيوة بقى، أنا عايز الأهم من كل ده اللي هو إيه؟ إني حاسة إني سبت البيت ده كله، وإن مفيش حد فوق راسي يؤمر وينهي ويعاند معاي. يا رب نفضل كده على طول. هتوحشيني. وانت كمان. وانا كمان. ماشي يا ابن جبريه.
في إيريتال متعصبة كده ليه؟ ما بيردش عليا. وانت بتكلميه ليه؟ هو مش طلقك؟ ما تنسيه بقى. انسى ده ايه؟ بعد كل ده؟ بصي يا ريتال يا حبيبتي، حسن ده بالذات ابن جبرية، يعني هيمشي وراها في كل حاجة هتقول. لا يا حبيبتي، أنا جايبة منه واد، يعني لسه في كلام. صدقيني ولا هيفرق معايا، اسمعي مني. أنت بتعقديها ليه يا شهد؟ عشان هي دي الحقيقة يا ريتال. أجيب لك من الآخر، في الحالات اللي زي حالتك دي لازم ناس كبيرة من العيلة هي اللي تتدخل، ناس تجمع ما تفرقش، يروحوا يقعدوا معاه ويقولوا له عيب يا حسن، ما يصحش، دي بنت عمك يا حسن، ما ينفعش ترميها في الشارع يا حبيبي، في بينكم عيل لازم يتربى بين ابوه وامه. لكن احنا الحمد لله ما عندناش اي حاجه من الحاجات دي. هكلم فوزيه. معقوله عايزه ترمي نفسك في حضن فوزيه عشان تحنن قلب حسن عليكي؟ انا زهقت، اطلعي بره نافوخي بقى، خلاص هيفرق. طب يا ريتال، حسن لازم يحس ان هو محتاج لك، لازم يحس انه في حاجه بينك وبينه عشان يرجع لك. اوعي تكوني فاكره انه حسن ده هوائي زي ما بيقولوا، ولا كل ما يشوف واحده ست يجري وراها. لا بالعكس، حسن عايز يحب. لا والله، ومالك واخده بالك منه قوي كده ليه؟ انا واخده بالي من كل حد في العيله. حسن عايز اللي تحسسه ان هو شهريار، اللي يعيش معاها اللي في عقله في خياله. حسن عايز تحسسه ان هو سي السيد، وفي نفس الوقت الواد الروش اللي عايش حياته. اه زي ما بقولك كده. صباح الخير. اهلا محرم بيه. معلش مهدي اصله بينزل، تلجيني سنك جاي. لا 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 لا، انا مش جاي عشان مهدي. وما جاي عشان مين؟ عشانك انتي. عشان انا؟ بس بصراحة بقى مهدي يعني اليومين دول قافش عليا في الشغل قوي، فقلت يعني اكلم مين عشان يحنن قلبه عليا؟ ما لقيتش قدامي غير انتي. اصل واضح انك انتي يعني ملازمة، ليك تأثير كبير قوي عليه. خالص على فكرة، حضرتك فاهم غلط. أقول لك مهدي لو عرف إنك جيت وهو مش موجود وقعدت معاي هيعجد لك الأمور أكتر. ياه، واضح إنك أنت فاهماه كويس قوي. أه طبعًا، مش جوزي؟ مظبوط مظبوط، على فكرة أنا بشربها مظبوط. على فكرة هو مش موجود، ولو حضرتك عاوز منه حاجة تقدر تتصل بيه. وانا اسفه ان اقول لك ان هطلع عندي مشوار. ماشي ماشي ماشي. انت اتجننت؟ هوصلك. على فكره انت جليل الذوق، وانا هقول لمهدي على اللي انت بتعمله ده. اهدي 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 يا ناديه. ناديه؟ ناديه مين؟ الله، هو انت مش اسمك ناديه ولا ايه؟ ولا انا غلطت في الاسم؟ على كل حال ما تقلقش قوي كده، انا مش عايز منك حاجه، انا بس عايز اقعد اتكلم معاك كلمتين، كلمتين وبس. بس اتفضل. زيد فضلك. ايوه يا مهدي باشا. لا انا منى. اه موجودة. اه بس عندها ضيوف. محرم بيه. حاضر، باي باي. وانتي فاكرة أمينة دي كانت ساذجة ولا سي السيد ممشية على مزاجه؟ بالعكس، دي كانت دماغها عالية قوي والله. كانت محسساه إن هو الآمر الناهي اللي بتخاف لمجرد ما تسمع صوته. بس الحقيقة لا، كانت عارفة عنه كل حاجة. كانت بتخليه يعمل اللي هي عايزاه وكأن هو اللي عايز كده. كانت بتخليه يعمل اللي بتفكر فيه وكأن هو اللي بيفكر في كده. بس بقى يا شهد، بس كفاية. قولي لي أعمل إيه طيب؟ عايشي اللحظة، عايشي الوهم. صعبة دي يعني؟ لا مش صعبة، بس تقيلة على قلبي حبتين. وبعدين هو ما بيصدق. بعدين انت متجوز عليا واحده خدامه معفنه. الله، ما تنسي الحوار ده بقى بدل ما تلاقيه هوب وطار منك. طب انت رايك ايه؟
قولي لي انت عايزه ايه الاول عشان اعرف ارد عليكي. عايزاه يبقى في ايدي، عايزاه ينسى كل اللي فات، عايزاه يعرف كويس قوي ان اللي عند مروان ده كله بتاع ابنه مش بتاعه. حلو قوي، يبقى تروحي له وتاخديه في حضنك وتطبطبي عليه وتقولي له معلش يا حسن، الواد هيرجع يا حسن، ما تخافش يا حبيبي. ليه ما هو هيرجع يا شيخه؟ يوه بقى انت حره، خدي كلي عسل اسود على دماغك. شوفي مين؟ ايه في ايه؟ بعد اذنك يا ست شهد، مروان باشا بيقول لك يا ريت تلمي هدومك وتروحي تقعدي يا اما في بيت عبد السلام يا تيجي معايا البيت الكبير. روح قول له ان ده بيتي ومش هسيبه ابدا. الحقيقه هو منبه عليا وقال لي بصراحه العباره لو قالت لك لا تيجوا على طول على البيت الكبير. هو بالعافيه ولا ايه؟ لا يا ست ريتال مش بالعافيه، بالهداوه والمحبه والتراضي كمان. قدامك نص ساعه عشان تجهزي. مروان باشا قرر انه يهد البيت ده ويعمل مكانه لمؤاخذه زريبه للبهايم، وهيهده يعني هيهده. انا هوديك في 60 داهيه. يا نهار ابوك اسود. لا كده غلط وعيب. انا اصلي بحب الناس المحترمه، انما الناس اللي بتغلط وبتقل ادبها ليها تصرف تاني معايا. بصراحه بقى انا واخد امر انفذ اللي انا شايفه صح. الامر ده عليك انت مش علينا احنا. انا اسف، الباشا قال انك تخرجي من البيت. نخرج نروح فين؟ مش شغلي، بس انا ممكن اقول لك تروحي فين. روحي بيت جبريه، بيت حسن. ليه؟ هو الباشا بتاعك ما يعرفش ان اخوك طلعني ولا ايه؟ الباشا عارف كل حاجه، بس دي طلقه رجعيه وصدقيني حسن مش هيقول عليه انه يسيب كتاباتي في الشارع. انت مين انت عشان تتكلم معانا كده؟ ورحمه ابويا لو هديك في داهيه يا كلب البيه. كلب البيه؟ دي كده بتغلطي يا هانم. عموما انا هعديها المره دي عشان انت بس مرات حسن اخو الباشا، وما ينفعش اعمل معاك الغلط. بصراحه انا مبهور قوي باللي انت عملتيه ومعجب بتفكيرك. انت عاوز ايه؟ لا انا عايز حاجه كتير قوي. اذا كان عجلك جالك ولا خيالك صور لك انك ممكن تخوفني او تخليني اتهز تبقى غلطان. انا لا جاي اخوفك ولا اعمل اي حاجه باللي انت بتقولي عليها دي. انا جاي اتفق معاكي. تتفق معايا انا؟ تتفق معايا على ايه؟ انا اصلا ايه اللي مخليني قاعد اخد ودي معاك في الكلام؟ بقول لك ايه؟ شاهد بنت عمك هترقعك حتة الدين قلم يطلع من صرصور جديك. انت جاي عشان تنبهني؟ خايف عليا اياك. انا خايف عليك ولا حاجة. المسألة كلها ان مصلحتي جت مع مصلحتك. وايه مصلحتك اللي جاية مع مصلحتي دي؟ بصراحة كده انا عايز اخلص من مروان. اكيد مهدي قال لك يعني ان انا خسرت كتير قوي وانا بره، خسرت لي تقريبا كل فلوسي. فانا جاي اعوض الخساره دي. وما اتفقتش مع شهدي ليه؟ حصل. والله العظيم حصل، بس هي غبيه. نشفت دماغها، مع اني عملت لها اللي عمرها ما تحلم بيه، بس هي غبيه. وانا اللي هقول لك امين؟ لما اقول لك انا هعمل ايه بحيث ان مروان يجي ويترمي تحت رجليكي هتقولي امين. بس انا مش محتاجك تعمل كده. مهدي. مهدي؟ اوعى تصدقني مهدي هيعمل لي كل اللي انت عايزاه، انت غلطانه. ومن الاخر كده بقى، مهدي طلب ريم للجواز وانا رفضت من قبل حتى ما اعرف انه متجوزك. انا فاهمك، انا ومهدي ومروان مثلث. مهدي مش عايز يتخلص من اي حد فينا، عارفه ليه؟ لو اتخلص مثلا من مروان افضل انا. انا وهو وجها لوجه ندين قصاد بعض، وهو مش عايز كده. عايزني انا ومروان نبقى زي القط والفار وهو يقعد يتفرج علينا. اما بالنسبه لك انت بقى فاسالي. شوفي مهدي ده اتجوز كام واحده قبلك؟ عرف كام واحده بعدك؟ بس مهدي ده انسان غريب جدا، فاهم نفسه انه لسه عايش في عصر الجواري والحريم، وانت بالنسبه له نوع جديد ما عداش عليه قبل كده. خلاص الكلام، انا عايز اخلص من مروان، عايز اخلص منه خالص عشان اشتغل براحتي. فهمتي؟
فكري كويس قبل الدفاتر القديمة ما تتفتح. ها؟ حرامك اوامر عشان تعرف ان صبحي دايما مع مروان على طول الخط. مروان مش كده؟ اهدى يا ابني. هي عملت ايه بس؟ هتكون عملت ايه يعني؟ امال يعني هو كبير يعمل كده من غير سبب؟ فيه ايه؟ ما تساليه يا روح امك، انت وزنك في ودانه، انت اللي مقويه علينا يا ست ستات. لا يا ماما مش انا اللي مقويه عليكم، عمالكم السودا هي اللي مقويه عليكم. سودا في دماغك ان شاء الله. اهدى يا مروان، الامور ما تتخدش بالعصبيه دي. ارجعي عشان خاطر يا مروان. مروان مش كده؟ يا ايه يا جماله؟ مروان افتح يا مروان. والله العظيم يا امضي. انت مجنون ولا جرى لعلك حاجه؟ امضي على ايه؟ امضي من غير ما تتكلمي. ما بعرفش امضي. يبقى تبصمي. امضي على ايه؟ انا مش همضي على حاجه انا مش عايز امضي عليها، ومش هعمل حاجه الا بمزاجي يا مروان. وبعدين امضي على ايه؟ ايه ده؟ انت عايزني اتنازل عن الارض والبيت اللي اشتريته من مراتك الله يرحمها ويحسن اليها؟ ابيع لك حاجه مش ملكي؟ عارف انا هعمل فيك ايه؟ عادي، ما هو القتل والموت في العيله دي بقى شيء عادي. عارف ناقص ايه؟ ناقص ناكل لحم بعض واحنا عايشين. اه والله انا متاكد ان فريده ما بعتش حاجه. ايه؟ سألت المحامي بتاعك وقال لك ان الورق مظبوط 100% وان انت مش هتقدر تعمل حاجه؟ رحت الجمعيه الزراعيه وقارنت الامضه دي بالامضه اللي موجوده هناك ولقيتها مظبوطه؟ اتصدمت مش كده يا مروان؟ اقول لك على حاجه تانية بقى؟ هي كانت ناويه تسيبك وتهج من البلد كلها. كل الحب اللي حبته لك اتحول لكره. قالت لي انها عندها استعداد تبيع كل حاجه بنص الثمن عشان تمشي وما تعرفلهاش طريق. اقول لك على حاجه تانية بقى انت مش واخد بالك منها. مفيش حد في البيت ده بيحبك. اه ما هم عارفين ومتاكدين ان انت واكل حقهم، بس هيعملوا ايه؟ مفيش حاجه في ايديهم يعملوها. واوعى تكون فاكر ان اهل البلد بيحترموك عشان بيحبوك. ده بيحترموك عشان خايفين منك يا مروان. بس بكره الخوف ده يروح ويتقلب كره ويطلعوا عليك وياكلوك يا مروان. حتى حسن اخوك اللي كان معتبرك زي ابوه الله يرحمه ما بقاش طايقك ولا طايق يسمع سيرتك بعد ما عرف وتأكد ان انت اللي خطفت ابنه. انا ما خطفتش ولده. اثبت، اثبت بعد اللي حصل بينك وبينه ان انت ما عملتش كده. مفيش حد هيصدقك. وبعدين اوعى تكون فاكر ان حسن طيب. لا، ده حسن نار بركان لو هب هيولع فيها كلنا. يعني مش هتمضي يا شاهد؟ امضي على حاجه مش بتاعتي؟ اصل انا بصراحه كده ماليش في الحكايه دي غير البيت وكام فدان، وبقيت الارض انا بعتها وقبضت تمنها كاش. اه عارف بعت لمين؟ بعت للعمده محرم كبير البلد اللي حاكمها وماسكها. روح اقول له بقى هات لي ارض فريده مراتي الله يرحمها. ماما انا هعمل فيك اللي عمرك ما شفتيه. انا هقولك انت حبي نفسه. هو ايه ده اللي بيعمل؟ انا عايزه هعمل اللي في مزاجي، مش هعمل حاجه غير اللي في مزاجي. هتسمعني بقول لك عليه وهتنفذيه ورجلك فوق رقبتك. ليه ماسك عليا زله ولا حاكمني؟ انا ممكن ادخلك السجن ما تطلعيش منه واصل سبعه. السجن ده انت اللي هتدخله، ولا انت فاكرني مش عارفه انت بتشتغل في ايه؟ شهد ايه يا ست فوزيه؟ ايه يا ست زينب؟ عارفين ولا عاملين نفسكم مش عارفين؟ عشان كل واحده تحط دماغها على المخده وهي ضميرها مرتاح. في ايه؟ تقصدي ايه؟ اقصد ان البيبي تاجر في الاثار، في المخدرات، في السلاح، ويمكن مدور حاجات تانية واحنا مش عارفين. اخص عليك قلة الادب. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ صحيح انا معرفتش اربيكي، بقى مروان كبير البلد وكبير البيت ده
بيتاجر في المخدرات وفي السلاح وفي الاثار كمان وبيدورها. لا انت عايزه تتربي من اول وجديد يا شهد. امال انت فاكره المليارات الموجوده في البنوك دي من التجاره والزراعه؟ ايه هتموتني زي ما موتت ابن حسن ولا ايه؟ انت اتجننتي. لا اتجننتش، بس دي الحقيقه اللي كل لازم يعرفها. يا محرم بس اشتري مني كنت بعتي. تعالي تعالي يا مروان. فين الواد؟ على فين؟ اوعي الواد في اوضتي. اوعي يا شمس. رايحه فين؟ هجيب ابني. الواد كل وسبح ونام. اذا كنت انت نسياه انا ما انساهوش، ده ولدي. انما اللي مستغربه له يعني بعد كل اللي حصل لك ده وتيجي صحيح ما عندكيش دم. وبعدين يا شمس روحي انت بصي على الواد. حاضر يما. جاية تاني ليه؟ جاي لجوزي، مش هسيبه. سيبك من الكلام اللي مالهش عازة ده. انت لا هتيجي عشان حسن ولا حتى ولدك. خبر ايه؟ مروان طردك من البيت؟ قال معيش حد من ريحة حسن؟ ايوه قال لي كده. وما لقيتيش غير بيت جبرية يتويكي. يا ألف مرحب. شفت الزمن بيعمل ايه في الناس؟ في الاخر ترجعي لنا وانا ما هقولكيش لا ولا هطردك من البيت عشان تعرف ان قلبي طيب وبنسى وسامح. انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا اربي ابني خلاص ومع جوزي. سبحان مغير الاحوال. مش انت يا بنت كريمه اللي قلتي انك غير كل الحريم اللي انا شفتهم في حياتي؟ وإن أنتي هتخليني أشوف اللي ما شفتوش في عمري قبل كده؟ كنت غلطانة، حقك عليا. أنتي جاية عشان حاجة تانية خالص. عايزة تحطي حسن تاني تحت باطك. لا حبيبتي، حسن اتغير وأنتي بشوقك. عايزة تقعدي اقعدي، بس لو هو عايزك. والله لو ما عايزكيش هقول لك ايه؟ تبقى كل حاجه قسمه ونصيب. تعال تعال عشان تشوفي ولدك. مشغول عني بيه؟ ولا حاجه. ايه قلقانه عشان ابني جاي يقعد يومين ثلاثه؟ خايفه لا عاملك وحش ولا حاجه؟ لا خالص، أنا متأكدة إنه هيكون زيك. زيي؟ زيي إزاي يعني؟ يعني عمره ما هيكسر بخاطر حد مهما كان. بس خدي بالك يا نادية، إحنا لما بنكره ما بنحبش تاني. وهو هيكرهني ليه؟ وأنا عملت حاجة عفشة؟ حلوة عفشة دي. لا طبعًا أنتِ مش ممكن تعملي حاجة عفشة أبدًا. بقول لك إيه، تحبي تسافري لك يومين ثلاثة تغيري جو؟ لا أنا عاوزة حاجة تانية. كده نزعل منك. لما تعوزي حاجة تطلبيها على طول، وأنا قلت لك الكلام ده قبل كده كذا مرة. كل ده بتفكري عشان تطلبي حاجة؟ أمور يا حبيبتي. أنا عاوزة أزور أبوي. وحشك؟ وحشني قوي. أصله جاني في المنام. وماله؟ روحي له. بس أخاف حد من البلد يشوفني تبقى مشكلة. صحيح، دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي. الناس كلها في البلد عارفة إنك ميتة. معلش، العربية بتاعتي تاخدك تروحي تزوريه، والرجالة بتوعي هيبقوا معاكي، محدش يقدر يقرب لك. ما بلاش حكاية الرجالة دي. هي العربية توديني، أقعد معاها شوي وترجعني تاني. أنا ما عاوزاش حد يقول مين اللي دخلت البلد ومعاه حراسة دي. عندك حق. عين العقل. على فين؟ افتكرت بس شوية أوراق عايز أبص عليها في المكتب. وأرجع لك على طول يا حبيبتي.
مشغول عني بيه؟ ولا حاجة. ايه قلقانة عشان ابني جاي يقعد يومين ثلاثة؟ خايفة لا عاملك وحش ولا حاجة؟ لا خالص، أنا متأكدة إنه هيكون زيك. زيي؟ زي ازاي يعني؟ يعني عمره ما هيكسر بخاطر حد مهما كان. بس خدي بالك يا نادية، احنا لما بنكره ما بنحبش تاني. وهو هيكرهني ليه؟ وانا عملت حاجة عفشة؟ حلوة عفشة دي. لا طبعا انت مش ممكن تعملي حاجة عفشة ابدا. بقولك ايه، تحبي تسافري لك يومين ثلاثة تغيري جو؟ لا انا عاوزة حاجة تانية. كده نزعل منك. لما تعوزي حاجة تطلبيها على طول، وانا قلتلك الكلام ده قبل كده كذا مرة. كل ده بتفكري عشان تطلبي حاجة؟ أموري يا حبيبتي. أنا عاوزة أزور أبوي. وحشك؟ وحشني قوي. أصله جاني في المنام. وماله؟ روحي له. بس أخاف حد من البلد يشوفني تبقى مشكلة. صحيح، دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي. الناس كلها في البلد عارفة إنك ميتة. معلش، العربية بتاعتي تاخدك تروحي تزوريه، والرجالة بتوعي هيبقوا معاكي، محدش يقدر يقرب لك. ما بلاش حكاية الرجالة دي. هي العربية توديني أقعد معاها شوي وترجعني تاني. أنا ما عاوزاش حد يقول مين اللي دخلت البلد ومعاه حراسة دي. عندك حق. عين العقل. على فين؟ افتكرت بس شوية أوراق عايز أبص عليها في المكتب وأرجع لك على طول يا حبيبتي. منى علي يا مهدي باشا. تعالي عايزك. اقعدي. كان عايز منها ايه؟ معرفش، بس هما قعدوا يتكلموا بصوت واطي كانها ما كانتش عايزاني اعرف حاجه. قعد معاها قد ايه؟ حوالي ساعة ونص كده. أنا آسفة يا مهدي باشا، والله أنا مش عايزة أضايقك، بس أنا قلت مش معقول بعد كل اللي عملته علشانها ده تعمل كده أو تقابل حد مش حابب إنها تقابله. وبصراحة بقى هي قالت لي ما أقولكش إن هو كان هنا. أعملي لي قهوة. حاضر. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عمتي كفايه قوي بقى لحد كده، انا مش هقعد هنا دقيقه واحده. طب استني يا بابا لحد ما مروان يجي، ما ينفعش تطلع من غير اذنه. عاجبك اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده ما يعجبش حد. طب واللي اتقال؟ معلش، يمكن شهد جالتك ده عشان اللي عمله مروان. تعالي تعالي اقعدي اقعدي. لا معلش، شهد عارفه كويس قوي هي بتقول ايه. وبعدين يا عمتي انا لا عاجزه ولا ناقصه حاجه، انا اقدر اروح واعيش لوحدي واشتغل واربي ابني بالشكل اللي انا عايزاه، بس على الاقل يبقى بعيد عن الجو المسموم ده. وبعدين يا زينب، احنا مش اتفقنا هنفضل وراهم لغايه ما نعدلوا المايل؟ انت عارفه المايل هتتعدل امتى يا عمتي؟ متى؟ لما نخلص من الفلوس اللي عندنا دي كلها. كيف يا بت؟ يا عمتي المال طلع مال حرام. الحمد لله الحمد لله ان عمي قال لبابا لا مالكش عندي ولا مليم. الحمد لله ان هو ما قالوش تعالى خد الفلوس وسدد ديونك واشتغل. تصدقي والله انا زعلانه من عمي عبد الحكيم دلوقتي. طب هقول لك على حاجه، انا اتاكدت ان بابا كان ربنا بيحبه. والله. واتاكدت كمان ان لما ربنا بيعمل حاجه واحنا بنبقى شايفينها وحشه هي بتبقى احسن حاجه ممكن تحصل لنا. زينب، احنا عمرنا ما مشينا غلط، والفلوس اللي عندنا دي من تعبنا وشجاعنا. يثبت انا ما عنديش مشكله، انا وقتها هرجع، انما انا
مش هرب ابني بفلوس حرام. ما عرفاش اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، اعملي زي عمتي اهربي. الفلوس دي سم عمال بيدخل جسمنا. صدقيني ربنا لو كان راضي عن الفلوس دي وعن الطريقه اللي جبناها بيها ما كانش حصل لنا كل ده. كان على الاقل بارك لنا في البيت ده وكنا عشنا كويسين، ما بقيناش قاعدين بناكل في بعض بالشكل ده. والله كلامك زين. انا هروح مصر هقعد في شقتنا هناك وهدور على شغل. انا معايا شهاده وخبره تشغلني في اي مكان، وهلاقي شغل حتى لو كان المرتب صغير مش مشكله، انا هعرف اعيش واكبر. زينب يا بنت استني يا بنت. استغفر الله العظيم يا زينب. بعد اذنك يا عمتي عشان خاطري. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني هات من الآخر، أنا مش ناقصة لف ودوران. بقول لك إيه يا فتحي؟ أنا مش عايزة وجع دماغ، فاهم ولا لأ؟ مش كل شوية ترن ترن ترن. ماشي يا فتحي. ماشي، أوكي، خلاص، مع السلامة. مع السلامة دلوقتي، مع السلامة. فتحي مين ده؟ هو ده اللي كان متجوز شمس؟ يا حبيبتي، ليه؟ في حاجة؟ وده بيكلمك ليه ان شاء الله؟ عايز ايه؟ عايز عايز يرجع لشمس. وهو لو فتحي عايز يرجع لشمس هيكلمك انت يعني عشان تتوسطي له؟ ما يكلمنيش ليه يا زينب؟ ما انت عارفه مفيش عمار بينه وما بين جبريه، فقال لك اكلم ست كريمه تكلم مروان. دي كل الحكايه. والله؟ والله. ايه بتكذبيني ولا ايه؟ انت لابسه كده ورايحه على فين؟ ماشيه. ايوه ماشيه فين يعني؟ هسيب البيت يا ماما. انهو بيت؟ هنا؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ماما والنبي بس بقى، انا جايه اقول لك عشان لو انت حابه تيجي معايا. اجي معاكي فين يا بنت عبد الله؟ ده بيتي ومش هسيبه يا حبيبتي. هو من امتى ده كان بيتك؟ بيتك في مصر يا ماما. انتظار بتنسي. بيتي كان في مصر اما كان ابوك عايش، انما دلوقتي ده بيتي وانا ماسكه فيه بايديا واسناني. عرفتي؟ اقول لك ايه، انا مش ناقصه وجع قلب، انا اللي فيا مكفيني يا زينب. ماما هو انا ليه حاسه انك مش قلقانه على شهد؟ ليه بقى يا ست زينب؟ دخلتي جوه قلبي وشفتي انا قلقانه ولا لا؟ انا كل اللي مطمني مروان مش هيقدر يأذيها، هو بيشد ودنها حبتين وخلاص. قلبك جامد علينا قوي يا ماما. بقى دلوقتي مروان أهم مننا؟ يا سلام، شوف مين اللي بتتكلم. زينب كنت كل ما أكلمها تقول لي إلا مروان يا ماما، إلا مروان. أيوه ده جوزي وله حق عليا. وأنا أمك وليا كل الحقوق، خلي بالك. ها ماما أرجوكي سيبك بقى من كل الكلام ده، تعالي معايا. أديكي سمعت شهد قالت إيه؟ يا ماما الفلوس دي فلوس حرام، دي فلوس تجارة مشبوهة. تعالي معايا عشان خاطري. عارفة يا زينب، لو الفلوس دي فلوس جثث بتتباع وبيتاجروا فيها مش جاية معاكي ومش هسيبها، هتبت فيها بإيديا وسناني. سمعتي ولا أقول كمان؟ يعني مفيش فايدة؟ مفيش فايدة. أنا مش قادرة أفهم إيه اللي خيارك وقلبك كده 180 درجة. أنت عارفة لو مشيت يا زينب والله العظيم جبرية هتعمل ليلة لأهل الله. يا بنت يا عبيطة، ده أنت في بطنك الجوكر اللي هيقش الورق اللي على الترابيزة كله. يا بنتي اسمعي كلامي، ابنك ده اللي هيعوضنا عن كل اللي راح. أهو قلتلك وكلامي طلع في محله، قلتلك اوعي تحبي مروان وسيبيه هو اللي يحبك ويدوب في تراب رجليكي. فاتريك انت اللي وقعتي في حبه مش هو اللي وقع في حبك. قطيعة تقطعك وتقطع الحب. أنا ماشي بعد إذنك.
رايحة فين يا زينب؟ أنا نازلة مصر. طالعة من غير ما تشوريني؟ مروان معلش أنا آسفة بس إيه؟ الفكرة إيه؟ عايزة نزعل منك؟ أنت ليه محسساني إن أنا ضدك؟ فين شهد يا مروان؟ تقلقيش أنا مش هعمل حاجة تأذيها ولا تخليكي تزعلي مني. أنا عارف إنها غالية عندك مش هتستحملي أي حاجة عليها. أنا بس كنت عايز أفهمها إن أنا مش مسامح في اللي هي عملته. تعالي يا زينب تعالي. اقعدي. هو ده اللي مزعلك؟ مروان علشان خاطري سيب كل حاجة وتعالى معايا. مش انت قلت قبل كده انك عايز تعمل شغل في مصر؟ مش قلت انك تقدر تفتح شركة لوحدك وتقومها على رجليها وتشغلها وتعمل فلوس اكتر من اللي معانا دي مليون مرة؟ تعالى نعمل كده، سيب كل حاجة عشان خاطري. ليه؟ عايزين اسيب مالي وحالي وارضي؟ لو شاهد كلامها صح يبقى لازم تسيب كل حاجه. مروان انا لو مش بحبك مش هقول لك كده. انا لو مش خايفه عليك وعايز اشوفك احسن واحد في الدنيا عمري ما هقول لك سيب كل حاجه، سيب العز والفلوس والملايين وتعالى انا وانت نبعد نروح نبتدي في شقه صغيره في مصر. كان زماني دلوقتي بقول لك مش مهم، المهم ان احنا معانا فلوس كتير وخلاص، مش مهم بقى هي منين ولا جايه ازاي. بس انا مش هقدر اعمل كده. صدقيني شاهد بتقول أي كلام عشان شايلة مني من اللي عملته. لا عينك بتهرب مني، وطول ما عينك بتهرب مني يبقى هي كلامها صح. مروان صدقني ابنك أهم، أنا أهم. هو أنت فاكر إنك مش هتقدر تعمل قد الفلوس دي 100 مرة؟ والله هتبقى أغنى وهتبقى أحسن من كده بكتير. اطلعي يا زينب اطلعي. أنا مش هكسر لك كلمة ولا هتحداك وأقف قصادك وأقول لك إن أنا مش طايقة أقعد في البيت ده. أنا هسمع كلامك بس أنت لازم تبقى عارف حاجة، إن أنا مش هحط لقمة ببوقي من الفلوس دي. إيه اللي بتقولي دي؟ زي ما سمعتني كده بالظبط. اطلع يا زينب ويحلها ربنا. اطلع يا روح قلبي اطلعي. أنا مش هيأس ولا هيأس ولا هسيبك. أنا متأكدة إن أنت هتتغير بس في حاجة لازم تعرفها، إن أنا ما بيني وما بين الفلوس دي حد ربنا. سامحني يا اخويا، سامحني يا حبيبي، والله العظيم ما عارفه ودي وشي منك فين، وشي منك في الارض. الله يرحمك، الله يرحمك ويغفر لك يا رب. ارحمك يا اخويا. Oh,
هو حضرتك تعرفي يا عبد السلام؟ أنا أخته، ما نجلكش في حاجة وحشة. حضرتك تبقي مين؟ أنا حاسة إن أنا أعرفها، حاسة إن أنا أعرفها. مهدي كلمني وطالب يقابلني. عاوز إيه؟ زهر عايز يكلمني في الموضوع بتاعك. أنت إيه رأيك؟ أنت إيه رأيك؟ والله مش عارفة. أوكي خليه يجي ونقول له شروطنا ونشوف ساعتها هنعمل إيه. محرم بيه موجود؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، اتفضلي اتفضلي يا نادي. معلش جيت من غير معاك. يا سلام، ده تيجي في أي وقت. اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. ها قولي لي بقى، تحبي تشربي ايه؟ لا معلش مستعجله. لا مستعجله ايه، انت لازم تتغدي معانا. انا عاوزه البلد كلها تبقى تحت رجلي يا محرم. كده يبقى متفقين. بس ده مش معناه اني هبيع مهدي. مين قالك تبيعيه؟ المسألة كلها بالنسبة لي إنك تحطي إيدك في إيدي. أنا اتحبست عشان خدت بطاري من عبد الحكيم اللي قتل أبوي واللي مرته حرقت بيتي. بني آدم ناقص. أنا عايزة مروان يدخل السجن، عاوزاه يدوق من اللي أنا دوقته، عاوزة أشوفه متعلق على حبل المشنقة. بس كده؟ بسيط. حرام بعدي مروان. ساك وسخ زي ما انت، مش هتبطل الغباوه اللي انت فيها دي. انت قليل الادب ولازم تتربى ولازم تتعلم لما تدخل بيوت الناس تتكلم كويس. تلعب من ورايا؟ ايه دخلك بشهد يا محرم؟ شهد؟ بيني وبينها ايه؟ عقود وشغل وبيع وشراء. يعني انت اللي ظبطت لها ارض فريده وفلوسها مش كده؟ عيب عيب لما تقول على بنت عمك انها بتلعب من وراك. عيب. انت مصمم العداوه اللي بيني وبينك تكبر. بالعكس بالعكس يا مروان، انت اكتر واحد مديت له ايدي، لكن انت مش واخد بالك. ماشي، انت اللي هتشيل الليله دي كلها. الله لا اله الا الله. هنشوف يا مروان، هنشوف مين اللي هيشيل الليله. انت قلقان ليه؟ عندي استريح. مفيش حاجه. عادي عادي استريح، مفيش حاجة. أيوة يا مهدي باشا. لا مقابر إيه وزيارة إيه؟ دي عند محرم. بقالها ساعة ونص. حسن كنت فين طول الليل وقافل تليفونك؟ قلبي انقهر عليك. كنت قد المقام. ربنا يفرجها يا ولدي. أقدرش ياما، لو كان مات ودفنته بيدي كان يبقى أهون علي من إني ما بقاش عارف عنه حاجة ولا أعرف إيه اللي حصل له. جعان شبعان ولا مات ودفن ومحدش حس بيه. هموت ياما هموت. ربنا يعطرك فيه. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اتكلم معاكي يا حسن. انت مالكيش مكان هنا ولا ليكي كلام معايا. مش عايز اشوف وشك هنا تاني، انت فاهمه؟ انا جايه لك لحد عندك. واحده تاني ما كنتش جيتي هنا تاني. انت لو عندك كرامه ما كنتش تخطي البيت ده. ما قدرتش يا حسن، ما قدرتش. انسى حسن ده خالص. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. يلا اطلع بره. لا عيب عليك، مهما كان دي بنت عمك. اها ما عايزهاش. ايه انت تاخدها من يدها لحد امها؟ امال ايه؟ يوه امها هياخدك عند امك فين؟ هي امك عمرها كان عندها بيت؟ قصدي يعني تاخدها بيت ابوك، بيت عبد الحكيم البيت الكبير يا حبيبي.
انتي كان لكم بيت عمرك يا بنات كريمة. يلا معلش مش هنرمي لحمنا في الشارع. امال انت فاكره الفلوس المتلتله اللي على قلبكوا دي جايبينها منين؟ مش الشرف والامانه؟ هو لازما يعني عشان الواحد يبقى غني تبقى فلوسه جايه من حرام؟ لا بس اصل عبد الحكيم كان بايعها من زمان، انتوا بس اللي مش واخدين بالكم. محروس عايز اقول لك على حاجه بس خايفه تخيب ظني فيك. لا اعتبريه خاب. ما انا عارفك هتعملي لي فيها البطلة اللي مش عايزة ولا مليم والشرف والأمانة، والبلد كلها من كبيرها لصغيرها عارفين إن عبد الحكيم كان ماشي وشمال، ومع ذلك كان كل عيد تلاقي الناس واقفة بالطابور حوالين البيت مستنيين النفحة. أهم حاجة عندهم إن هم ياكلوا ويملوا بطنهم. صدقيني يا فوزية الناس ما بيهمهاش غير اللي بينزل في بطنها، جاي منين بقى حلال حرام مش فارقة. لا انت فاهم غلط يا محروس، الحكاية مش كده. لا بالعكس، ده انا فاهم كل حاجة وفاهم كل حاجة صح كمان. اطلعي اطلعي روحي للمأمور، روحي المركز، خلصي ضميرك، قولي لهم ان اخويا عبد الحكيم كان شغال في السلاح والمخدرات. خلصي ضميري، خلي ربنا يرضى عليكي. اطلعي اطلعي قولي لهم ان مروان ابن اخويا كان بيساعد ابوه ودراعه اليمين. مالك واقفه ليه؟ ما تروحي. كلنا كدابين يا فوزيه. كلنا كدابين، انا وانتي وحسن ومروان وكل حد في البلد دي بيكذب على التاني، واللي ما بيلاقيش حد يكذب عليه بيكذب على نفسه. انت ايه يا اخي؟ شيطان؟ شيطان؟ شيطان ليه بقى ان شاء الله؟ كلت حق حد مش حقي؟ ولا رحت جبت محامي يكتب لي حق غيري عشان احط ايدي عليه ومحدش ياخد ولا مليم؟ اسمعي مني يا بنت الناس، اسمعي مني، هتبقي فوق، فوق قوي. خلاص جبريه سابت البيت ومشيت، بح. وكريمه مروان بيكيد بيها امه، امه اللي ربته. بكفاياك عاد، انت جنس ملتك ايه؟ ولا حاجة يا ست الكل، أنا بس فاهم بزيادة وفاهم إن اللي في البيت ده محدش بيحب حد، حتى أنتي ما بتحبيش حد. لا يا محروس أنت غلطان. أنا البيت ده قضيت كل عمري فيه، كل واحد في البيت ده اديته حتة من قلبي، ولو طلبوا كمان مش هقول لا. يا خرابي تصدقي هعيط؟ والله هعيط. لو على الكلام هقول لك قد الكلام ده 20 مرة عادي. ما قبليكي جبريه قالت، وحسن قال، ومروان قال، وعبد الحكيم الله يرحمه قال. اهو كلامه خلاص، كل واحد عايز يقول حاجه بيقولها. ويا ستي لو الكلام ده هيريحك هجيلك كل يوم اقعد معاكي فضفضي وقول اللي انت عايزاه، بس في الآخر هتسمعي اللي هقولك عليه. الناس في البلد هنا لو نخيتي ولا حسوا بس انك انت ضعيفة هياكلوكي ويرموكي للكلاب، ما هيصدقوا. عارفة ليه؟ عشان جواهم اسود. كانوا بيكرهوا عبد الحكيم وبياكلوا من خيره، عايزين حسن ومروان يموتوا بعض، وفي كل صلاة بيدعي لهم ان ربنا يخليهم. ريحي نفسك يا بنت الناس، ريحي نفسك وسيبي لنا الباقي. ماشي يا قمر. سيبي الواد، سيبي الواد، حرقتي قلبي عليه. اهدي يدك على الواد، اتجنيتي. سيبي الواد. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اهدي اهدي. في ايه؟ انا عايزه ولدي. هنلاقيه هنلاقيه حبيبتي، ما تلاقيش، هنلاقيه. بس اهدي كده، كل حاجة هنحلها إن شاء الله. اهدي.
انت اللي طلعت من البيت. خلاص يا جدعان، خلاص كل واحد يروح لحاله، مفيش حاجه. يلا يابا، انا عايزه ولدي. هنلاقيه ان شاء الله، ما تقلقيش، هنلاقيه، كل حاجه تبقى كويسه. بعد جدك عنها. انت مين ماسكها في ده ليه؟ انا صوفة، كنت معدي والناس ملموم عليها بعد اللي عملته، فقلت الحقها وانقذها. ما تخافيش. بعد جدك حسن، لو عارف انك طلعتي هيموتك. انا عايزاه يموتني بس يرجعلي ولدي، عايزاه يقطعني بس الاقي ولدي. انت كده هتفضحينا. انا ما رجعش البيت الا وعبد الحكيم على يدي. بعد عليك يا بنت. و هي في ايه مالها؟ انت بعد عني سعادي، والا قسما اجيب رقبتك في يدي. وماله؟ مش مشكله، انا راضي. شكلها تعبان قوي، وايه اللي حصل؟ مالكش صالح بينا واصل، وبعد عن وش سعادي. في ايه يا شمس مالك؟ شمس، وكمان بيجيب اسمي على لسانك يا عاطي. عيب عيب. معلش معلش، مهما كان في بيننا عشره وطفل. اي نعم كله راح، بس العشرة يا شمس ما تهونش غير على أولاد الحرام. حد يعمل الموزز كده؟ موزز ايه بقى يا عم؟ ايه الإحراج ده؟ موزز أوي. ما حدش معاك ولا في ظهرك، كل مستني إن أنت توجع. حتى أقرب الناس ليك كسرك، كسر قلبك وقتل ولدك. مين حبك يا مروان؟ مين حطك في عينيه وخاف عليك؟ انت بس اللي خدتني في حضنك يا ابوي، فرحت الفرحي، وكانت الدنيا مش سايحاك لما عرفت ان انا ابقى اب. نفسك تشوفني الكبير، عمرك ما صغرتني ولا كسرتني ولا عزيت صورتي قدام اي حد. وانا والله عمري ما خنت الثقه دي، عمري ما عملت اي حاجه عفشه. انا كل اللي عملته ده كان غرضي منه اني احافظ على اللي انت عملته. يا ابوي، اوعى تزعل ولا تتضايق ابدا. انت صح يا مروان، ما تبصليش كده وتستغرب. انا سالتك عملت كده ليه في شهر؟ سألتك هتعمل فيها ايه؟ سألتك وديت شهد فين؟ لا. عارف ليه؟ عشان انا عارفة ومتأكدة اللي انت بتعمله ده صح الصح كمان. احنا عيلة في بعض، ناكل في بعض، نقطع بعض، نعمل اللي احنا عايزينه. ما ينفعش واحد مننا يطلع بره لواحد غريب يتفق على واحد من العيله دي، ما ينفعش ابدا. انا مش طمعان في حاجه ولا عاوز اي حاجه. يا اعوذ بالله، محدش قال كده، بالعكس احنا اللي طمعانين فيك، وطمعانين فيك قوي كمان. انت راجلنا وحمينا وسند ظهرنا. عارف لو انا مطرحك كنت حطيت رجلي على رقبه البت شهدي دي وجبت عجلها. روان، اوعى اوعى تضعف ولا تنخ ولا قلبك يحن لحد ابدا. اوعى.
انت اللي بتخلي بالك مننا وبتحافظ على كرامتنا. انت كبرنا، انت الظهر اللي احنا بنتسند عليه. وديني الشهد. ايوه انا عايزه اجيب البت دي من ودنها لما تطلع بالدم في ايدي. لازم ترجع عن اللي في دماغها، لازم. ولو ما رجعتش انا اللي هقطم زماره لعبتها. ولدي فين؟ وانا شرفني. وبعدين هتموتي نفسك ليه كده؟ هو يعني هيجي اجلى من اللي راحوا؟ مات؟ اوعي تقولي كده، اوعي تقولي انه مات. معرفش. طب قولي لي هو فين وانا هاخده واطلع بره البلد. ما هتعرفليش سكه ولا مكان. وحسن هتسيبي لمين؟ ما عايزاش اشوفه، انا بكرهه. تموتيه، تقتلي لي حسن يا مفيده وتجيبي لي خبره. بكره الصبح ابنك يبقى في ايدك.